أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نستأنف بإذن الله البيوفيزيكس لكتشر 1، وهي خاصة في الأساس بالكومبلاينس. إنما هناخد معاه موضوع صغير انترودكتوري كده، اللي هو الستاردينج لو فور كابيلاري فلويد اكتشينج. انا عاوز تركزوا معايا شويه في البايوفيزيكس، ده مش حاجه صعبه ولا رياضه، فانا عاوز يعني نركز، وكل حاجه سهله باذن الله جدا. طيب نبتدي الاول موضوع قبل الكومبلاينس، وهو الستاردينج لو فور كابيلاري فلويد اكتشينج. ستارلينج هو اسمه الحقيقي فرانك ستارلينج، انما اسم العيلة ستارلينج، وده ليه عدة قوانين مهمة جدا في الفسيولوجي. فهو ستارلينج درس الكابيلاري فلويد اكتشينج. الاول احنا عاوزين نتفق يا اولاد انه لا يحدث اكتشينج، اي تبادل، في الجهاز الدوري في السيركوليشن إلا عبر الكابيلرز، الشعيرات. يعني الشعيرات هي الأوعية الوحيدة اللي بيحدث فيها اكستشينج. لدرجة سؤال MCQ مهم، الكابيلرز الشعيرات يسموها اكستشينج فيسلز. يعني ما يقول لك عنوان السؤال اكستشينج فيسلز، اختار هل ارتريز ولا فينز ولا ارتريولز ولا كابيلرز. مفيش اكستشينج فيسلز غير في كابيلرز. مين اللي درس هذا الاكتشينج؟ الراجل اللي اسمه ستارلينج، اللي هو له اكثر من قانون. فالنت فلكس، يعني المحصله النهائيه، ديبندز، بتعتمد على الالجبريك سم، اللي هو المحصله الجبريه لاربع قوى. في تو هيدروستاتيك بريشر اهي، وتو اوزموتيك بريشر. الاوزموتيك بريشر حتى بنعبر عنها بالعلامه دي اللي هي معناها باي يا اولاد، باي، خلاص. وده عباره عن جريك ليتر، الباي ده عاوز تتفرجوا عليها اهي. اهو الباي دي عبارة عن جريك لتر، بس تبقوا فاهمين العلامة دي الأول. ده عبارة عن حرف في اليونانية اسمه باي، أو بنسميه أرشميدس كونستانت. في الأصل اللي هو مش موضوعنا، إيه الباي دي؟ هي الريشيو ما بين محيط الدايرة السيركل سيركمفلكس والدايمتر، وتساوي 3.141. وده مش موضوعنا خالص، بس تبقى فاهم ايه العلامه دي. يبقى العلامه دي بنسميها باي، وهو احد الحروف اليونانيه، بنسميها ثابت ارشميدس، ارشميدس كونستانت. اللي هو ايه في الاصل؟ في الاصل مش النهارده، في الاصل كان الريشيو النسبه ما بين محيط الدايره وقطر الدايره، ويساوي 3.141. لان انا عاوزكم تبقوا فاهمين كل حاجه. هنا بقى بنستخدمها ككونستنت، ملوش علاقه بالاصل بتاع كلمه باي دي، عشان نبقى بس متفقين. الهيدروستاتيك بريشر يا اولاد هنعبر عليها بحرف بي، بي بريشر. اما الاوزموتيك بريشر هنعبر عليه بالباي دي، بالحرف اليوناني ده. تمام؟ طيب دلوقتي احنا عشان يحصل اكتشينج اكروس كابيلاريز في اربع قوى، بنقسمهم اتنين هيدروستاتيك بريشر. اي فلويد يا اولاد له ضغط يسموه هيدروستاتيك بريشر، واتنين اوزموتيك بريشرز. كنا خدنا الاسموزس ان اي موليكيلز لها اوزموتيك بريشر. طب ايه الفرق بينهم؟ الاول نتفق، الهيدروستاتيك بريشر بيحرك، اللي هو الضغط بتاع الفلويد، بيحرك الفلويد بعيد عن الكابيلري او عن مكان الفلويد، انما الاوزموتيك بريشر
بيحركوا ناحية الموليكلز. واحد يقول لي طب معلش اشرح لنا بطريقة طفولية شوية. بصوا معايا ادي نفرض ده الكابيلري اهي. البريشر جوه الكابيلري ده يسموها هيدروستاتيك بريشر، ده بيزق الفلويد اواي، يعني كل ما الضغط يزيد جوه الكابيلريز الفلويد عاوز يخرج، يبقى الهيدروستاتيك بريشر بيحرك خارج بعيد عن القوة. وخد بالك في تو فلويدز، في فلويد جوه الكابيلري اللي هو الكابيلري بريشر، بريشر اوف كابيلري، وفي فلويد بتاع الانترستيشال فلويد حوالين الكابيلري. المهم الهيدروستاتيك بريشر تملي بيزق الفلويد اواي اواي بعيد، يعني الكابيلري بريشر ضغط جوه الكابيلري يخرج الفلويد بره الكابيلري. الانترستيشال فلويد بريشر هنا الفلويد حوالين الكابيلري في الانترستيشال فلويد بيزق اواي يعني ناحيه الكابيلريز. بينما الاوزموتيك بريشر مش كده يا اولاد، لو في بلازما بروتينز جوه الكابيلري بالعكس بتشد الميه ناحيه البلازما بروتين يعني ناحيه، بينما لو في وفي بروتينات بس قليله بره في الانترستيشال فلويد بتشد الميه من الكابيلري. يبقى اتعلمنا قواعد طافيه جدا ان الهيدروستاتيك بريشر الضغط بتاع الفلويد بيحرك الفلويد اواي، بينما المولكيولز اللي لها اوزموتيك بريشر بتحرك الفلويد تووردز ناحيه. سهل ولا صعبه؟ تاني يبقى ده الكابيلري الهيدروستاتيك بريشر جواه بيحرك الفلويد بعيد، انما البروتينات جواه بتحرك الفلويد ناحيه الاوزموتيك بريشر. تعال بقى نتفرج على الاربع قوى اللي بتتحكم في الفلتريشن. كلام بسيط خالص اللي فكر فيهم الراجل اسمه ستارلينج. طيب دلوقتي ده الرسمه دي تبقى فاهم دي الكابيلري اهي، بادئ هنا ده الارتيريال اند اوف كابيلري ناحيه الارتري، والناحيه الثانيه في فين، لان الكابيلري بيوصل ما بين الارتري والفينز الشرايين والاورده. فعندي عشان كده حتى انا راسم النص ده بتاع الكابيلري باللون الاحمر واسميه الارتيريال اند اوف كابيلري، انما النص الازرق اللي هو ناحيه الفين اسميه الفينس اند اوف كابيلري. تعال نشوف بقى القوى اللي بتتحكم. قلنا في قوتين بيدفع الفلويد خارج الكابيلري وقوتين داخل الكابيلري. طب مين اهم قوة بتخرج الفلويد خارج الكابيلري؟ البريشر اوف كابيلري. قلنا البريشر جوه الكابيلري بتاع الفلويد بيزق الفلويد بعيد عنه بره يبقى خارج. طب وفي قوة تانية الاوزموتيك بريشر بتاع الانترستيشال فلويد، البروتينات اللي موجودة بره في الانترستيشال فلويد قلنا بتسحب الفلويد ناحية، يبقى برضو ادام ناحية الانترستيشال يعني بعيد عن الكابيلري. يبقى كام قوة بتخرج الفلويد بره الكابيلري؟ نقولهم الهيدروستاتيك بريشر بتاع الكابيلري بيخرج الفلويد بره الكابيلري، والاوزموتيك بريشر بتاع الانترستيشال واللي هو بنرمز ليه بالباي ده بيشد الفلويد ناحيه الموليكيول يعني برضه اواي فروم كابيلري. طب مين القوه بقى اللي بتدخل الفلويد جوه الكابيلري؟ عاوز ترجع الفلويد تاني. تعال نفكر البلازما بروتينز اللي موجوده جوه الكابيلري اهي بتشد الفلويد ناحيه الكابيلري اهي، وتاني حاجه ان الانترستيشال فلويد حوالين الكابيلري عنده هيدروستاتيك بريشر انترستيشال فلويد اهو، البي ده الهيدروستاتيك بريشر بتاع الانترستيشال بيزقه ناحيه الكابيلري. يبقى تاني قاعده كلها ثنائيات يا اولاد، يبقى يوجد قوتان بيخرجوا الفلويد بره الكابيلري باللون الاحمر، ويوجد قوتان بيدخلوا الفلويد جوه الكابيلري باللون الازرق. كل من القوتين طريقه حلوه قوي، واحده فيهم هيدروستاتيك بريشر وهنرمز لها بالرمز بي عشان بريشر، والثانيه اوزموتيك بريشر وهنرمز لها بالرمز باي. يبقى تاني في كام قوه؟ في اربعه، اتنين بيخرجوا باللون الاحمر واتنين بيدخلوا باللون الازرق. تملي واحده فيهم، واحده فيهم هيدروستاتيك بريشر والثانيه كولويدال اوزموتيك او اوزموتيك بريشر. طب مين بقى اللي بيخرج الفلويد بره الكابيلري؟ الهيدروستاتيك بريشر جوه الكابيلري، الضغط جوه الكابيلري عاوز يخرج الفلويد بره. طب وفي حاجه تاني بتخرج الفلويد بره؟ البروتينات اللي موجوده في الانترستيشيوم
عندها اوزموتيك بريشر بتشد الفلويد بره الكابيلري، يبقى واحده بريشر هيدروستاتيك بريشر اوف كابيلري والثانيه اوزموتيك بريشر اوف انترستيشن. طب ومين يدخل؟ اللي يدخل هو الاوزموتيك بريشر اوف بلازما بروتين جوه الكابيلري بتدخل فلويد لجوه اللون الازرق اهي، والهيدروستاتيك بريشر اوف انترستيشن الضغط حوالين الكابيلري في الانترستيشن بيزق الفلويد جوه الكابيلري. نفس القوة اللي بتشتغل عند الارتيريال اند في النص الاحمر من الكابيلري هي اللي بتشتغل عند الفينس اند اوف كابيلري اللي هو النص الازرق. لكن لطالب ذكي تفتكر عند الارتيريال اند بيبقى ضغط الكابيلري عالي جدا، الضغط داخل الكابيلري عالي بيوصل 35 مليمتر ميركل، فالنتيجة النهائية للاربع قوة دي هنعملها لك اهو، هتبقى خروج، عشان كده حتى رسمتها باللون الاحمر. يبقى عند ناحيه الارتري الفلويد بيخرج من الكابيلري، النت افكت از فلتريشن، بينما ناحيه الفين بيبقى الكابيلري الهيدروستاتيك بريشر في الكابيلري اقل اهو، حتى رسم يعني سهم ارفع، يبقى النت افكت بالعكس ان المايه هتدخل، يبقى يحصل ابزوربشن او يسموها ري ابزوربشن. يبقى محصله الاربع قوى عند الارتيريال اند خروج فلتريشن، محصلة الأربع قوى عند الفينس إند دخول ري أبزوربشن. ليه؟ لأن البريشر في الكابيلر ناحية الفين واطي، إذا كان هناك ناحية الأرتري 35، هنا البريشر في الكابيلر ناحية الفينز الضغط واطي 15 بس، فعشان كده الفورسز اللي بتدخل بتبقى أقوى وبتدخل الفلويد تعمل أبزوربشن. الراجل ستارلينج حط المعادلة دي وقال يبقى إذن النت فلكس محصلة القوى هي ايه بقى؟ الاثنين اللي بيخرجوا باللون الاحمر ناقص الاثنين اللي بيدخلوا باللون الازرق اهم. يبقى ما تنساش قاعدة الثنائيات، اثنين يخرجوا باللون الاحمر واثنين يدخلوا باللون الازرق، كل واحدة فيهم واحدة فيهم هيدروستاتيك بريشر والتانية اوزموتيك بريشر، واحدة فيهم هيدروستاتيك بريشر والتانية بشاور عليها اوزموتيك بريشر. وبعدين لو جبت طفل يقولها 100% مين اللي هيخرج بره الكابيلري؟ الكابيلري هيدروستاتيك بريشر عاوز يخرج، والبروتينات اللي بره في الانترستيشن اللي هو الاوزموتيك بريشر والانترستيشن عاوز يخرج، يبقى دول الفلترينج فورسز. طب مين الاوبوزينج فورسز اللي عاوزين يدخلوا اللي باللون الازرق؟ انه الاوزموتيك بريشر جوه الكابيلري بتاع البلازما بروتين والهيدروستاتيك بريشر حول الكابيلري في الانترستيشن، البريشر في الانترستيشن. محصله بقى القوى دي الاثنين اللي بيخرجوا والاثنين اللي بيدخلوا هي اللي بتحدد المايه هتخرج ولا هتدخل. ناحيه الارتيريال اند بيبقى اللون الاحمر اقوى، فالنتيجه بتبقى فلتريشن، لان البريشر عالي اللي هو البريشر بتاع الكابيلري الهيدروستاتيك بريشر في الكابيلري عالي ناحيه الارتي، الارتي الشرايين فيها الضغط عالي. بينما ناحيه الفينس اند اوف كابيلري بيبقى اللون الازرق اللي هو الابزوربنج فورس هي الاقوى، لان البريشر قليل في الكابيلر ناحيه الفينز، فالنتيجه النهائيه بتبقى ابزوربشن او دخول. بس اقول لكم حته يا اولاد، يبقى النت فلكس فلكس يبقى القوى الاساسيه بتتناسب مع الاثنين اللي بيخرجوا ناقص الاثنين اللي بيدخلوا، اللي هي اقوى في حاله الارتيريال اند فبيبقى خروج، وناحيه الفينس اند الدخول اقوى فبيحصل ابزوربشن. طب ايه رايك بقى لو في اي معادله قلت النت فورس او الفلكس بيتناسب مع الاربع قوى دول؟ طب لو حبيت احط ايكوالز، يعني هتغير علامه يتناسب مع الى ايكوالز. طالب قال لي خدناها في الاعدادي انه لازم نحط كونستانت، فعشان كده حتى بيرمز لهذا الكونستانت بحرف الكي. واحد يقول لي ليه كي؟ عشان الراجل فرانك ستارلينج ده الماني، وفي الألمانية بيكتبوا كلمة كونستانت مش بالسي زي الإنجليزية، بيكتبوها بالكي، يبقى كي هي الكونستانت اوف فلتريشن. طب وده يعتمد على ايه؟ تفتكر ايه الحاجة اللي ما هياش فورس، ما هياش لا هيدروستاتيك بريشر ولا اوزموتيك بريشر ومية المية تؤثر في الفلتريشن؟ طالب زكي فكر وقال لي حاجه ما هياش فورس من القوى الاربعه، الاثنين الهيدروستاتيك والاثنين الكولويدال اوزموتيك بريشر، وتاثر 100% الممبرين بتاع الكابيلري، الاريا بتاعته
مسطح، كل ما مسطح الكابيلاري زاد الفلتريشن هيزيد والبرميابيليتي نفاذيه الكابيلاري ممبرين. يبقى الكونستانت ده للاوائل، للاوائل يعتمد على شيئين، هو في الحقيقه يعتمد على شيء واحد اللي هو الكابيلاري ممبرين. بص في الرسمه ايه حاجه ما هياش فورس و100% هتؤثر في الفلتريشن؟ الكابيلاري ممبرين. وفي هذا الكابيلاري ممبرين يعنينا شيئين، الاريا مسطحه والبيرميابيليتي. طيب تعالى ناخد النتيجه اكزامبلز. في معظم الجسم، وحتى خدنا هنا مثال الكابيلرز بتاعت السكيليتال ماسل، حتى واحد يقول لي ليه انت خدت الشعيرات بتاع السكيليتال ماسل؟ اقول لك حاجه، لان اكتر حاجه في جسمك، شوف مين يفتكرها في الماسل لما نيجي السكيليتال ماسل، 40% من وزن جسمك سكيليتال ماسل. هنا الفلتريشن بيحصل، فلتريشن عند ارتيريال اند، وبيحصل ابزوربشن عند الفينس اند. الفلتريشن يزيد قليلا قليلا عن الابزوربشن، يعني الكميه اللي بتفلتر عند الارتيريال اند اعلى قليلا من اللي بتدخل عند الفينس اند. الله، طب والكميه اللي خرجت زياده دي وما خرجتش، ما دخلتش، اللي خرجت عند الارتيريال اند وما دخلتش عند الفينس اند، هترجع ازاي؟ لطالب ذكي هترجع بالليمف. يبقى ده احد وظائف الليمف السته، ان هو الفلويد اللي خرج عند الارتيريال اند بيزيد قليلا عن اللي دخل على عند الفينس اند اوف كابيلاري، اللي بيرجعه هو الليمف. طيب تعال بقى للكابيلاري بتاعت الكيدني. عارف ايه وظيفه الكيدني اساسا؟ انها تفلتر الدم، تعمل فلتريشن للبلد. عشان كده في الكيدني على وجه التحديد في الجلوميرولس اوف ذا كيدني اللي هو الكابيلاريز اوف ذا كيدني، النت افكت بيبقى فلتريشن، يعني الفلويد بيخرج اوت اوف كابيلاري عشان يتم ترشيحه. بينما في الانتستين وفي اللانجز النت افكت، المحصله النهائيه في الكابيلاريز بتاعت الانتستين واللانجز هي ابزوربشن ان. وتعالى فكر ليه. تخيل كده عندي ده الانتستين يا اولاد محوطه بكابيلاريز، انا المفروض يحصل ايه؟ ان الاكل اللي كلته والفلويد اللي شربته ينتقل من الانتستين للكابيلاري للسيركوليشن. عشان كده النت افكت في الكابيلاري بتاع الانتستين هي ابزوربشن، انها الفلويد يدخل جوه الكابيلاري زي حوالين ده الانتستين اللون الاصفر والكابيلاريز حواليها. النت افكت ان كل مكونات الانتستين فلويد وجواها الاكل يحصل لها ابزوربشن. وكذا في الرئه، الرئه محوطه بكابيلاريز، مفروض ياخد الفلويد اللي في الرئه، لان مش مسموح ان يبقى فيه فلويد في الرئه، دي حاجه خطيره سميها بلون قديمه، ومعاها الغازات حتى. فعشان كده في الانتستين وفي اللانجز بيبقى ابزوربشن ان، في الكيدني فلتريشن اوت. انما في معظم الجسم ما عدا المثالين دول بيحصل فلتريشن ناحيه الارتير اند وابزوربشن ناحيه الفينس اند. وتملي مين شاطر بقى؟ الفلتريشن يربو قليلا يزيد قليلا عن الابزوربشن. اللي عاوز يعرف الموضوع بتفصيلاته هتلاقيه في محاضرات السيركوليشن بتاعت الكابيلاري. انما هقول لك كده في عجاله يا اولاد، مين اللي درس الكابيلاري فلويد اكتشينج؟ قلنا الكابيلاريز دي اكتشينج فيسلز، دي اول معلومه اتعلمناها، كابيلاريز اكتشينج فيسلز. اللي درس الكلام ده راجل اسمه ستارلينج، الماني، عشان كده لما حط الكونستانت حطها بالكي. فقال ان النت فلكس المحصله النهائيه بتعتمد على اربع قوى. قاعده الثنائيات، اثنين هيدروستاتيك بريشر، اي فلويد عنده هيدروستاتيك بريشر. وداخل هذا الفلويد في موليكيولز عندها اوزموتيك بريشر، يبقى تو هيدروستاتيك بريشر وتو اوزموتيك بريشر. وقلنا الهيدروستاتيك بريشر بتزق الفلويد اواي، انما الاوزموتيك بريشر بتشد الفلويد تورز ناحيه. طيب هنلاقي هنا عند الارتيريال اند اوف كابيلاري فيه قوتين بيخرجوا قوتين بيدخلوا، ونفس الكلام عند الفينس اند، قوتين بيخرجوا باللون الاحمر وقوتين بيدخلوا باللون الازرق. تملي قلتها بطريقه جميله يا اولاد، في كل من القوتين في واحده فيهم هيدروستاتيك بريشر والثانيه اوزموتيك بريشر. يبقى قاعده حلوه، يبقى اثنين يخرجوا واحده فيهم هيدروستاتيك بريشر والثانيه اوزموتيك بريشر، وحتى اللي يدخلوا باللون الازرق واحده فيهم بريشر هيدروستاتيك بريشر بس اوف انترستيشن واوزموتيك بريشر بس بتاع البلازما بروتين. طب النتيجه تعتمد على ايه؟
على فرق اللي بيخرجه باللون الاحمر على اللي بيدخله باللون الازرق. فده اللي عمله ستاردج ودخل بيه التاريخ. ده احد قوانين، وعنده قوانين تانية، النت فلكس بروبورشنال مع النت فورس. النت فورس دي بيجيبوها ازاي؟ الاثنين اللي بيخرجوا باللون الاحمر لوحده فيهم هيدروستاتيك بريشر والثانيه اوزموتيك بريشر ناقص الاثنين اللي بيدخلوا باللون الازرق. طب لو حبيت تقول تساوي، يبقى لازم تحط كونستانت في الاربعه فورسز دول. طب ايه حاجه اللي كونستانت في الرسم ماهاش فورس و100% بتؤثر في الفلتريشن؟ الكابيلاري ميمبرين، الاريا بتاعته، مساحته ونفاذيته. وخدنا تاتا اكزامبلز لطيفه جدا. في معظم الجسم بيحصل فلتريشن عند الارتيريال اند وابزوربشن عند الفينس اند اوف كابيلاري، يعني في الكابيلاري الواحد ناحيه الارتي عشان البريشر عالي الميه بتخرج، وناحيه الفين عشان البريشر قليل الميه بتدخل. بس اللي بيخرج يزيد قليل عن اللي بيدخل، الفرق بيرجع عن طريق الليمف. وخدنا الاوائل مثال اخر صارخ، طب فين الكابيلاري تمام اللي بنخرج عنده؟ مفيش ابزوربشن. الكيدني في الجلوميرولس اللي هي الكابيلاري بتاعه الكيدنيز، النت افكت فلتريشن اوت. اما في الانتستين واللانجز، النت افكت ان الكابيلاري اللي محوطه باللانج ومحوطه بالانتستين بتمتص الفلويد معاه المواد الغذائيه، او في اللانج الغازات، يبقى النت افكت ابزوربشن ان. طبعا يقول لي طب حجم الليمف، سؤال لطيف في الشفه يا اولاد، حجم الليمف يعتمد على ايه؟ تعال نفكر. حجم الليمف هو يعني كميه الليمف بتعتمد على الكميه اللي خرجت اللي هي الكابيلاري فلتريشن ناقص الكميه اللي بترجع للكابيلاري. طب بترجع للكابيلاري ازاي؟ عن طريق الابزوربشن في الفينس اند وعن طريق الليمف. يبقى حجم الانترستيشيال فلويد، حجم الفلويد اللي بره الكابيلاري، بيعتمد على التوازن ما بين بالانس ما بين الكميه اللي خارجه من الكابيلاري اللي هي الكابيلاري فلتريشن ناقص الكميه اللي هترجع للكابيلاري. وفتح ودنك، وهي تعود بطريقتين. معظم الفلويد اللي خرج بيرجع للكابيلاري بالابزوربشن او الري ابزوربشن، الاثنين صح، لكن في شويه صغيرين بيرجعوا برضه للسيركوليشن بالليمف. فيبقى الانترستيشال فلويد فوليوم ديبندز على البالانس ما بين الخروج بالكابيلاري فلتريشن والرجوع تاني، يا اما بالري ابزوربشن للكابيلاري دايركتلي، يا اما عن طريق الليمف. عاوز الموضوع ده بتفصيلاته ارجع للسيركوليشن للكابيلاري. نيجي بقى الموضوع الاهم يا اولاد النهارده والاساسي، وهو الكومبلاينس. ده البدايه الحقيقيه لهذه المحاضره. ركز معايا. كومبلاينس في اللغه لو ترجمناها معناها طواعيه. فأنا أقول you are a compliant student، أنت طالب مطيع. يبقى كلمة compliance من كلمة تعني طواعية، إنما هنا ما بنستخدمهاش بمعنى طواعية. وما نستخدمها في إيه في الطب؟ بمعنى قابلية الاتساع. إن كل distensible organ، كل organ عندنا جوه جسمنا قابل اتساع. واحدة فيهم وأهمهم الرئة قابلة للاتساع. بنعرف مقدرتها على الاتساع ازاي؟ بحاجة اسمها كومبلاينس. واحد يقول لي طب فهمنا باسلوب طفولي، تعال نفهم. أو خليك معايا. كل ما الحاجة كانت أكثر قابلية للاتساع، فده معناه، انسى الطب، ما بشرحش طب، بشرح للأطفال، حاجة قابلة للاتساع. طالب قال لي يبقى أدام قابلة للاتساع يبقى ممكن تشيل حجم كبير، فوليوم كبير، ولانها بتوسع البريشر ما بيزيدش قوي. يبقى تشيل حجم كبير بتغير صغير في البريشر. فهم فكروا فكره طفوليه وذكيه جدا. طب ما نحسب النسبه الريشيو بين التغير في الحجم والتغير في الضغط. لو هي قابله للاتساع بتوسع كويس قوي، يبقى هتشيل حجم كبير فوق بتغير صغير في البريشر تحت، يبقى النسبه تطلع عاليه. عشان كده ازاي بنقيس قابليه الاتساع؟ بطريقه ذكيه جدا. بنشوف الريشيو النسبه بين التشينج في الفوليوم اللي هو دلتا في على التشينج في البريشر اللي هو دلتا بي.
كلام بسيط، حاجة بتوسع ملهاش دعوة بالفسيولوجي ولا طب ولا رياضة ولا حاجة، بتوسع يبقى معناها بتشيل حجم كبير. أدام بتوسع حجم كبير، حجم كبير، والضغط بيزيد زيادة قليلة لأنها بتوسع. فيبقى هنشوف الريشيو ما بين التغير في الحجم فوق والتغير في الضغط، كل ما يطلع ريشيو عالي يبقى الحاجة دي قابلة للاتساع، يبقى عندها هاي كومبلاينس. حتى أقول لكم مثال لطيف يا أولاد، بالونة قابلة للاتساع، شايف الدوت الدال منقط ده معناها بتوسع، وصندوق غير قابل للاتساع، هدخل في كليهما لتر هواء. البالونة اللي بتوسع بتوسع البريشر مش هيزيد فيها قوي، هيزيد 5 سنتيمتر ووتر بريشر بس، بينما الصندوق ما بيوسعش، ما بيوسعش، يبقى ما دخل نفس اللتر هزود الضغط عالي جدا، مش 5، 10 سنتيمتر ووتر بريشر. الاول يا اولاد عاوز اقول لكم حاجه، اذا ما قلتها لكوش يمكن هتقعدوا مش فاهمينها ليه. البريشر في الطب بيقاس بطريقتين، لما يبقى الضغط عالي جدا بنقيسه بالمليمتر ميركوري، المليمتر الزئبقي، لان الزئبق تقيل جدا مقارنه بالميه، اتقل من الميه 13.6 مره، يعني مش مهم تفتكر الرقم ده. لكن لما يبقى التغير في البريشر قليل في الطب بنقيسه بالسنتيمتر ووتر بريشر. يبقى تاني البريشر هنقيسه، بعلمكم حاجات اساسيات لفهم الطب، يقاس بطريقتين، البريشر العاليه يتقاس بحاجه ثقيله اللي هي الزئبق بالمليمتر ميركوري، والمثال زي الاوزموتيك بريشر خدناه، وزي الارتيريال بلاد بريشر باذن الله هناخده، الضغط الشرياني. انما الضغوط في الرئه في الديستندبل اورجانز، في الاورجانز القابله للاتساع ما بتزيدش قوي، فما بنقيسهاش بحاجه ثقيله زي الزئبق، بنقيسها بالميه بالسنتيمتر ووتر بريشر. واحنا قلنا ان ثقل الزئبق يعني مليمتر زئبق يعادل 13.6 مليمتر ميه. خد بالك احنا هنا بنقيس بالمليمتر ميه، بنقيس بالسنتيمتر ووتر بريشر، طبعا السنتي 10 مليمتر. يبقى فهمنا حاجه، انه البريشرز في الطب نوعان، الحاجات اللي هي البريشر بتاعها عالي تتقاس بالمليمتر ميركوري كما الارتيريال بلاد بريشر والاوزموتيك بريشر، اللي الضغط فيها قليل زي ديستنسبل اورجانز، الاورجانز القابله للاتساع بنقيسها بالسنتيمتر ووتر. طب احسب معايا انت حضرتك بقى، يلا نشوف مين شاطر. البالونه وانا اخترت اعداد على فكره هتفيدنا بعد كده، دخلت فيها لتر، باللون هنا بترمز لللانج، فزاد البريشر 2.10، زاد البريشر 5 سنتيمتر روتر بريشر. يبقى الريشيو ما بين التشينج في الفوليوم على التشينج في البريشر هتبقى كالاتي يا اولاد، لما اقسم 1/5 هتبقى 2.10 لتر لكل سنتيمتر روتر بريشر. ما هو لما تقسم 1/5 نستلف لها صفر، يبقى 10/5 تبقى 2.10، بينما الصندوق لانه ما بيتسعش قوي، وده بيرمز بقى مش لللانج، اللانج مع التشيست كيج مع القفص الصدري حاجه جامده ما تتسعش زي الرئه لوحديها، فزاد البريشر 10 سنتيمتر ووتر بريشر. يبقى النسبه 1/10 تبقى 10 لتر لكل سنتيمتر ووتر بريشر. يبقى اذا هذا الريشيو يا اولاد، لما اقول لك الريشيو الحاجه دي زاد فيها الريشيو 0.2 بينما هنا زاد بس 0.1، يبقى تقول لي 100% الاولانيه اكثر قابليه للاتساع. تعال بقى نتعلم النقاط الاساسيه في موضوع الكومبلاينس. اول نقطه في الام اس كيو، ما هو الديفينيشن اوف كومبلاينس؟ كومبلاينس افتح ودانك طالما تقول لي بنسمعك، از ا ريشيو، ريشيو بتوين تشينج ان فوليوم تو تشينج ان بريشر. وقلتها مره 5 بطريقه سهله. ليه الريشيو ده بيمثل قابليه الاتساع؟ لان الحاجه اللي بتوسع ممكن تشيل حجم كبير لانها بتوسع، بتغير صغير في البريشر لانها بتوسع، فالبريشر ما بيزيدش قوي فيطلع الريشيو عالي. يبقى فاكر لما كنت بقول لك كروناكسي از في النيرف التايم، كومبلاينس از افتح ودانك ريشيو، ريشيو بتوين تشينج ان فوليوم تو تشينج ان بريشر. طب في تعريف تاني اللي هو اخذوه من الده، يبقى هي التغير في الحجم لكل وحده تغير في الضغط،
يبقى تي ده volume change، التغير في الحجم per unit pressure change. يعني مثلا في البالونة بنفس التغير في سنتيمتر ووتر بريشر اللي هو اليونت بريشر تشينج سنتيمتر ووتر بريشر، هنا قدرت ادخل 2.10 لتر لكل سنتيمتر ووتر بريشر، انما هنا دخلت 1.10 لتر بس وارتفع الضغط لسنتيمتر ووتر بريشر. يبقى تاني تعريف يا اولاد للكومبلاينس هي ذا فوليوم تشينج، ذا فوليوم تشينج بير يونت بريشر تشينج. الحاجه اللي بتوسع اقدر ادخل فيها فوليوم اكبر من الحاجة اللي ما بتوسعش أدخل فيها فوليوم أصغر من دي. طيب نقطة تانية وبالك بقى دي نقطة مهمة، حضرتك بتقول لي الـ compliance is the ratio between الـ change في الفوليوم to change in pressure. طب أنا فاهم الفوليوم لكن أنت بتقصد أنهي بريشر؟ واحد أقول لك السؤال بطريقة أسهل، من هو distending pressure؟ مين البريشر اللي بيوسع؟ طالب ذكي قال لي يمكن ان انا اوسع البالونة، يلا هيا بينا نلعب يا اولاد. فكر معايا كلام اطفالي ملوش دعوه بالفسيولوجي، عشان اوسع اي بالونة لطالب ذكي قال لي يوجد طريقتان، يزود البريشر انسايد فالبالونة توسع، او انقص البريشر بره البالونه اكريت نيجاتيف بريشر حوالين البالونه فبرضه توسع. يبقى يمكن توسيع اي اورجان بطريقتين، يزود البريشر جواه فيوسع او انقص البريشر حوله فيوسع. ده الطالب الذكي. الطالب الاذكى قال لي لا، الديستاندينج بريشر اللي بيوسع مش هو زياده جوه او نقص بره، هو الديفرنس ما بين الانسايد والاوتسايد. يبقى الديستاندينج بريشر بيوسع، عشان توسع الحاجه لازم يبقى في فرق ضغط جوه عن بره، هو مش كل واحد لوحده. طالب قال لي ما تشرح لنا بطريقه طفوليه، قلت له دي طريقه طفوليه، تعال نتفرج. حضرتك هتنفخ بالونه، يبقى انت بتزود بريشر انسايد تنفخ البالونه، انا جيت وانت بتنفخ البالونه دست لك عليها من بره، انت بتنفخ بتزود جوه وانا دست لك عليها من بره، توسع ما توسعش؟ يبقى عشان توسع مش يزيد البريشر جوه او يقل بره، لا لطالب ذكي لازم جوه يزيد عن بره. يبقى الديستندنج بريشر امتى الحاجه توسع؟ لو جوه زاد عن بره، يبقى هي هتوسع بفرق الضغط جوه عن بره، عشان كده حفظتها الاجيال. من هو الديستندنج بريشر؟ هو الديفرنس الدي مع الدي، الدي الديستندنج بريشر هو الدي دي ديفرنس ما بين الانسايد والاوتسايد، وده يسموه بقى يا اولاد، يبقى هو البريشر عبر جدار الشيء اللي بيوسع فيسموه ترانس، يعني عبر، ميورال يعني جدار. يبقى الاوائل لما يقول لي من هو الديستاندينج بريشر لاي اورجان بيوسع في جسمك، ما اقولش ان البريشر جوه لازم يزيد او بره يقل، لا ده لازم جوه يزيد عن بره، يبقى هو فرق جوه عن بره، يبقى هو الديفرنس. يبقى الديستاندينج بريشر هو الديفرنس بين الانسايد والاوتسايد، وده نسميه ترانس ميورال بريشر للاوائل، اللي هو الضغط عبر الجدار. طيب نيجي النقطه الثالثه في الكومبلاينس، ايه الامبورتنس؟ انا بدات بيها يا اولاد، هم ليه في حاجه اسمها كومبلاينس في الطب؟ ليه كل الديستنسبل اورجانز بنحسب لها كومبلاينس؟ لانه it's a measure of distensibility. كل ما الريشيو ما بين التشينج في الفوليوم والتشينج في البريشر عالي، معناها الحاجه دي بتوسع قوي فبتاخد حجم كبير بتغير صغير في البريشر. يبقى في الام اس كيو it's a measure of distensibility او expansibility بنفس المعنى، ومعناهما في العربيه قابليه الاتساع. and not elasticity. دي تصعب بقى اولاد. ليه؟ الكومبلاينس عاوز يوسع بينما الالاستيستي عاوزه تصغر. يبقى الكومبلاينس بيوسع والالاستيستي بتصغر، فالكومبلاينس عكس الالاستيستي، الكومبلاينس عاوزه توسع الالاستيستي عاوزه تصغر. فالكومبلاينس از ا ميجر اوف ديستنسبيليتي صح في الام اس كيو، اكسبانسبيليتي صح، الالاستيستي غلط، لان الالاستيسي ده ريفرس اوف كومبلاينس. حتى لاوائل اوائل احب افهمهم حاجه تاني الطف،
مش كل حاجة قابلة اتساع لازم تبقى إلاستيك. وبدي مثال لطيف خالص خالص اللي هو يا أولاد الـ RBCs. هرسمه هو في عجالة. الـ RBCs بتبقى بايكون كيف كده. نحطها الرسم. الـ RBCs بتبقى بايكون كيف مقعرة من الجانبين. مهاش إلاستيك الـ RBCs. لكن ممكن لو رميت ده لفوق والسيرفس اللي تحت لتحت اهي واسع جدا. شايف كانت الدايره قد ايه وبعدين بقت الدايره اهي واسعه جدا برغم انها مش الاستيك. الار بي سيز بلاستيك اند نوت الاستيك. زي المسطره البلاستيك دي. المسطره دي بلاستيك اهي دي دي, دي 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 مش الاستيك. بس بدل ما هي كده بقت كده لفوق بدل ما لتحت بقت لفوق. يبقى ما في اوعى تقول لي كومبلاينس از ميجر اوف الاستيسيتي تاخد صفر. طب ايه الرول؟ النقطه الثالثه في النقاط المهمه ان كل الاورجنز اللي قابله للاتساع في الاول ات لوور فوليوم بتبقى قابله للاتساع الكومبلاينس از هاي. لكن ات هاير فوليوم لما تحط فيهم فوليوم كبير بعد كده بيبقى الاتساع قليل. الكومبلاينس از لو. يعني بالعكس ات لوور فوليوم الكومبلاينس از هاي. ات هاير فوليوم الكومبلاينس از لو. خلاص طالب قال لي ما عندكش طريقه طفوليه. طبعا عندي طريقه طفوليه في كل حاجه. عندي طريقه طفوليه. عارف لما بنشتري الباك باج اللي بتشيلها على ظهرك كل الناس دي اول ما اروح اشتريها من اي محل بتبقى مطبقه كده داني في كيس سلوفان او بلاستيك. في البيت اوسعها واحط فيها قمصاني وحاجتي. في الاول وانا بحط الحاجات الضغط ما بيزيدش جواها. يبقى بتاخد حاجات كتير والضغط ما بيزيدش. يبقى النسبه بين الحاجات اللي واخداها الفوليوم والزياده في الضغط كبيره جدا. بعد ما تملاها الاخر بقى تهاير فوليوم ناقص لك قميصين ثلاثه ولا كتابين ثلاثه تحطها في الشنطه. تيجي تحطهم البريشر يزيد جواها لدرجه انها تتقطع. يبقى ات لوور فوليومز في البدايه بتقدر تحط حاجات كتيره في الباك باك من غير ما الضغط يزيد. يبقى حطيت حاجات كتيرة والضغط ما زادش قوي. يبقى كومبلاينس عالية. الريشيو عالي. اخر كتابين حطيتهم او قميصين حطيتهم في الباك باك الضغط زاد جدا وانفجرت. يبقى كومبلاينس لو. يبقى انت حطيت حاجة صغيرة جدا والبريشر زاد جدا فقطع الشنطة. شرح طفولي اهو يا ولاد. يبقى تلور فوليومز في بداية زيادة حجم الباك باك البريشر ما بيزيدش قوي. اخر حاجتين تحطهم فيها ممكن يفرقعوها البريشر زاد جدا يبقى الكومبلاينس از لو. النقطه الخامسه احنا هندرس الكومبلاينس دي فين. احنا قلنا يا اولاد في اني ديستنسبل اورجانز كل الاورجانز القابله للاتساع في الجسم واشهرها اللونج في الجهاز التنفسي ده اهم موضوع. ثم في الجهاز الدوري الكارديوفاسكولار هندرس الهارت. الهارت بيتسع عشان ياخد دم عشان يضخه. وفي الارتز والفينز الشرايين والاورده. في المثانة البولية بنوسعها عشان نشيل فيها البول. وفي الاستومك بنوسعها عشان نشيل فيها الأكل. يبقى دي خمس نقاط أساسية يا أولاد. تعلم تاني. يبقى قلنا الكومبلاينس في اللغة معناها الطواعية. أنت كومبلاينت ستودنت طالب مطيع. إنما في الطب معناها قابلية الاتساع. يبقى كومبلاينس أول نقطة MSQ. إذا ريشيو between change in volume to change in pressure. وإنها بالبلدي الحاجة اللي قابلة للاتساع ممكن تاخد حجم كبير يبقى اللي فوق كتير بتغير صغير في البريشر تحت فالريشيو يبقى عليها. أو ديفينيشن تاني صح في الام اس كيو هو تقدر تحط فوليوم قد إيه جواها والضغط يزيد بمقدار الوحدة. ده فوليوم تشينج بير يونت بريشر تشينج. فشفنا في البالونة قدرت احط لتر اسف 2.1 لتر والبريشر زاد سنتيمتر روتر بريشر. بينما في الصندوق اللي ما بيتسعش حطيت 1.1 لتر بس والبريشر زاد سنتيمتر روتر بريشر. يبقى اكيد ده فوليوم تشينج بير يونت بريشر تشينج. طب النقطة الثانية دي أصعب نقطة. مين هو الديستندينج بريشر يا أولادي بيوسع؟ قلنا الطالب الذكي قال يا زود جوه يا نقص بره. الأذكى قال لا. انت ممكن تنفخ البالونه يبقى بتزود جوه. واحد ضاغط لك عليها من بره ما توسعش. يبقى لازم جوه يزيد عن بره. يبقى الدي ستاندينج بريشر هو الديفرنسز ما بين الانسايد والاوتسايد اللي يسموه
ترانس ميورال يعني عبر الجدار. طب النقطه الثالثه في الام اس كيو، كل واحده من دي اكزام الام اس كيو الكومبلاينس بيقيسوا بيها ايه في الطب؟ بيقيسوا بيها قابليه الاتساع ديستنسيبيليتي اكسبانسيبيليتي اند نوت الاستيستي. طب الرول بيقول ايه؟ القاعده بيقول ان ات لوور فوليوم زي قلنا قصه الباك باك الكومبلاينس از هاي، ممكن احط حاجات كتير فوليوم كبير كراريس كتيره كتب كتيره هدوم كتيره والبريشر ما زادش قوي فالكومبلاينس يبقى هاي. في الاخر اقل زياده في الفوليوم ات هاير فوليوم بقى لما مليت على الاخر ودخلت في هاير فوليوم فرقعت البريشر زاد جدا وفرقعت الكومبلاينس از لو. والاكزامبل بنطبقها على اي ستاندبل اورجان. ننتقل يا اولاد لل compliance of ناخد بقى البرنسبلز القواعد نقطة السادسة دي برضو مهمة. هناخد احتمالين، هناخد elastic strip يعني شريط مطاط شوف ايه اللي هيحصل فيه. انسى انا ما بشرحش طب يا ولاد، في شرح كله شرح طفولي بشرح لأطفال. انسى كومبلاينس وفيسيولوجي وافهم الفيسيولوجي كما الحياه يا اولاد. لو انا معايا الاستيك ستريب وشديته همر بثلاث مراحل، تعال الاول اوريها لك عشان ده انا حتى اجيب لك يلا هيا بينا نلعب يا اولاد. ده الاستيك ستريب اهو. في الاول قبل ما يتشد ممكن تشوف اطوله قوي 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 والستريتش الفورس الاستريتشنج فورس ما زادتش قوي. لما احاول اشد اكتر لا مش قادر، يبقى الزياده في اللينس ضئيله جدا لكن البريشر الاستريتشنج فورس عاليه جدا. في الاخر خالص اقول لك حاجه، مهما حاولت الفورس رهيبه وما بيطولش ولا قيد امله. يبقى في الاول بطوله بسهوله اهو بطوله بسهوله وبعدين بصعوبه وبعدين مش قادر. طب ما هو ده الكلام اهو. بص ده الكيرف، مش عاوزه كيرف يا اولاد. يبقى في الاول شفت اللينث بيزيد اهو جامد خلاص وزياده بروبورشنال مع الاستريتشنج فورس. يعني انيشالي في الاول في لينير ريليشن شيب علاقه خطيه لينير اهو، الفورس بروبورشنال تو ذا لينث، على قد ما بزود اللينث على قد ما بزود طول الاستيك على قد ما الاستريتشنج فورس بتزيد. طب لما الاستيك اتشد قوي ابتدى لا، يبقى انا زياده ضئيله في اللينث ادت الى زياده ضخمه في الستريتش، يبقى اصبح الكيرف كيرفي لينير مش خطي اصبح منحنى. لما تشد الاستيك على الاخر على الاخر اللينث ثابت اهو ثابت مش قادر اشد ولا قيد امله وكل ما بحاول اشد كل الحاجه اللي بتحصل بس ان الاستريتشنج فورس بتزيد لدرجه ان الاستيك ممكن يتقطع. هل ده طب يا اولاد؟ هل ده كلام نقول مش فاهمينه يا اولاد؟ ده عبط. يبقى الاستيك في البدايه بزود اللينث زياده كبيره والاستريتشنج فورس بيزيد زياده مماثله، يبقى اهي الاستريتشنج فورس دايركتلي بروبورشن تو ذا لينث، فيبقى شكل الكيرف ايه يا اولاد؟ لينير خطي اهو يبقى لينير. وبعدين لما الاستيك اتشد بقى في الاخر اقل زياده في اللينث اقل استطاله في الاستيك بتزود الاستريتشنج فورس قوي فالكيرف ابتدى يتعوج بقى كيرفي لينير منحنى مش خطي بقى منحنى. ولما تشد على الاخر بقى فلات نو تشينج ان لينث اهو اللينث ثابت اهو على المحور الرأسي اللينث ثابت ومع ذلك الاستريتشنج فورس على المحور الافقي بتزيد. ده مش طب يا اولاد ده عبط. يبقى في الاول بتبقى العلاقه لينير خطيه ثم كيرف لينير منحني ثم فلات. طيب يبقى في الاول كان الاستيك راضي يوسع شوف اتساع جامد اهو يبقى عشان كده فيرست الكومبلاينس كانت هاي. بعد كده بقى استطاله الاستيك صعبه لان الاستيك ابتدى يتشد فبقى الكومبلاينس لو. بعد كده الاستيك لم يحدث فيه اي استطاله ما زادش طوله خالص ما يعني يبقى الكومبلاينس في هذه الحاله زيرو. يبقى ثلاث مراحل، في الاول لينير العلاقه خطيه والكومبلاينس هاي، لينير والكومبلاينس هاي اهي.
وبعدين بيبقى كيرفي لينير فالكومبلاينس تبقى لو، وبعدين الفاينالي بيبقى فلات زيرو مفيش حاجه. طيب تعال بقى نشوف حاجه بتجي لكم في الام اس كيو يقول لك ايه، ان ذا جريتر ذا سلوب ذا جريتر ذا كومبلاينس. هي باينه في الكيرف هنا يا اولاد اهو، كل ما كان الكيرف اكثر انحدارا معناها ان الكومبلاينس قلنا في الاول حلوه، اكثر انحدار لما الانحدار ابتدى يقل الكومبلاينس قلت، لما مفيش اي انحدار بقى مسطح الكومبلاينس بقت صفر. فدي معلومه لطيفه انا عاملها لكم على فكره في صوره كيرف، احب اوريه لكم بس على الله الاقيه بسهوله فنشوفها، هنلاقيها باذن الله هنلاقيها، لا يوجد صعوبه باذن الله نلاقيها، مفيش اي مشكله. بس ادوني عشان كميه اوراق ضخمه يا اولاد اهي، بس لقيتها وجدتها. انا عاملها لكم بطريقه جميله خالص اهي وبالالوان عشان تفهم. شايف الكيرف ده اكثر انحدارا من ده، يعني ده كده لو واقف عليها هتبقى منحدر رهيب، هتنزل بسرعه رهيبه جدا، اكثر انحدارا مول سلوب، ده ليس سلوب اللي بشاور عليه بالليزر. طيب عشان اثبت لك ان مور سلوب معناها مور كومبلاينس، تعالى اعمل يونت بريشر تشينج، يعني تغير في البريشر بمقدار الوحده اهو، ده ثابت في الاثنين اللي هو بين الخطين الحمر. تعالى شوف هذا التغير في البريشر لما يبقى الكيرف اقل انحدارا اللي هو ده يقابله هذا التغير في الفوليوم الصغير ده باللون الازرق. لكن لما يبقى الكيرف اكثر انحدارا او اكثر انحدارا يبقى بنفس التغير باليونت بريشر تشينج، بنفس التغير في البريشر بيقابله تغير ضخم في الفوليوم، شايف كبيره ازاي؟ الاسود اكبر من الاحمر من الازرق. يعني هنا نفس كم التغير في البريشر، ذا سيم يونت بريشر تشينج. هنا بيقابله تغير صغير في الفوليوم، هنا بيقابله تغير ضخم في الفوليوم. يبقى ذا مور ذا سلوب ذا مور ذا كومبلاينس، اند ذا ليس ذا سلوب ذا ليس ذا كومبلاينس. اظن سهل يا اولاد، وكيرف طفولي جدا، وحتى التغير في الضغط لما الكيرف يبقى اقل سلوب هيحصل تغير اقل في الفوليوم يعني ليس كومبلاينس، لكن لما يبقى الكيرف مور سلوب هيحصل تغير اكبر في الفوليوم يبقى مور كومبلاينس. اظن سهل يا اولاد. نرجع تاني، هنيجي بقى لايه بعد كده، الى مش هناخد بقى إلاستيك ستريب، هناخد إلاستيك هولو ستراكشر اللي هو أورجان اللي هو الأهم بقى عندنا، احنا ما عندناش ستريبس، نفس القاعدة هي لأنه الأورجانز في أساتك برضه، يبقى هناخد أورجان. حتى المثال هنا بالون، وتعالى برضه يا أولاد مفيش شرح، هي بص أهي أهي يا أولاد بصوا هتمشي نفس القصة، لينير كيرفي لينير أند فلات نفس الكيرف. ليه؟ ليه؟ تعالى واحد يقول لي طب شفت نعمل زي الحيوة اهو، نفس الاستيك هو بس فلات اهو، بقى حاجة كأنه أورجان اهو، بقى في شكل دايرة. في الأول ممكن أوسع قوي أوسع قوي وزيادة طفيفة في الاستريتشنج فورس يعني بريشر جواه. طب بعد كده عشان أوسع أي حاجة خفيفة البريشر بيزيد جدا، في الآخر مش قادر أوسع خالص خالص، الفوليوم ما بيزيدش خالص بينما الفورس بتزيد جدا. يبقى إنيشالي بقدر الاتساع متناسب مع الزياده في البريشر هاي كومبلاينس، بعد كده هيبقى اقل اتساع بيعمل بريشر عالي جدا، الكيرف بقى منحني، بعد كده في الاخر لما تشد الاخر الاساتك ما بيتشدد خالص، يعني بس البريشر بيزيد ممكن الاسك تقطع من غير اي زياده في الفوليوم. نفس الكلام يا اولاد، كلام بسيط بسيط بسيط، ما حدش يعقدكم في الدنيا، الفيسيولوجي كما الحياة ومن الحياة. تعال نتفرج عليها اهي. يبقى فيرست انيشالي العلاقة برضو زي هناك لينير، ان الفوليوم بيتناسب مع زيادة في البريشر، ذن كيرف لينير يعني الفوليوم يزيد زيادة طفيفة لان الاساتك تشد الجامد مور انكريز ان بريشر. طب في الاخر الاساتك مشدودة على الاخر نو تشينج ان فوليوم خالص، لكن ما زال بريشر بيزيد وممكن الاورجان يفرقع. يبقى نفس القصه، يبقى في الاول زي ما اتفقنا الكومبلاينس بيبقى هاي
وبعدين بيبقى لو، وفاينالي ما انتش قادر توسع بيبقى الكومبلاينس زيرو. وهي ادي نفس الكيرف اهو يا اولاد، بس بدل ما كاتبين فوق عباره عن ستريتشنج فورس ولينث، اهي تحت هنتكلم بقى اللي بنتكلم على اورجان فوليوم وبريشر. في الاول لينير اهو، في الاول لينير، استنى اهو نحطها لك كده عشان تتفرج عليها. في الاول لينير اهي، وبعدين بيبقى كيرفي لينير يعني ليس كومبلاينس، وبعدين فلات مفيش اي زياده في الفوليوم يبقى مفيش اي كومبلاينس. يبقى في الاول الكومبلاينس بيبقى هاي then low less then no، يبقى نفس الكلام. طب ايه اهميه الكومبلاينس بقى؟ انه the more the organ is compliant، اهي اقراها معايا تحت زي الهارت واللنج، the more efficient its function، لان وظيفه الرئه انها تتسع وتاخد هواء، وظيفه الهارت انها تتسع وياخد دم عشان يضخه. يبقى the more compliant the organ the more efficient the function، واجين the greater the slope، كل ما كان اكثر انحدارا. في الاول اهو بيبقى لينير الانحدار جامد، بيبقى مور هي مكتوبه فوق فوق الخط، وبعدين كيرف لينير بيبقى ليس، وبعدين لما يبقى فلات نو اند فايس فيرسا. يبقى عارف هذا الكلام يا اولاد. طيب ننتقل لل بعد ما خلصنا القواعد نبتدي بقى لحاجه حاجه، واهم حاجه عندنا اللانج، الباقيين بياخدوا وقت قليل قوي. لانج كومبلاينس، نتكلم على قابليه الرئه للاتساع. تصور يعني انا بستغرب ان بعض الناس الافاضل يبدا يشرح وهو الطالب اساسا مش فاهم قصه اللانج. فانا عاوز معلش اشرح لك كلمتين عن اللانج هيخلوا الموضوع بالنسبه لك سهل وجميل، جميل فعلا، يعني هتستمتع بالقصه. بس انا المشكله ان انا اي هاف تو ابحث عن الرسم بتاعي. بص لقيت الحمد لله. بص معايا الاول، دي الرئه، انت عندك رئتين، رئه يمين ورئه شمال، خلاص ادي الرئه. كل رئه اللي انا راسمها باللون الاسود ده بيبقى ربنا حاطط حواليها كيس باللون الاحمر من جدارين اسمه بلورا، الغشاء البلوري، البلورا اهو. على فكره كل رئه على حده عندها الكيس بتاعها، بلورال ساك، مصنوع من تو لايرز، لاير بتحوط الرئه اللي ماشي عليها بالليزر يسموها فيسيرال لاير، ولاير بتبطن التشيست وول اللي ماشي عليها يسموها بارايتال لاير يعني جداري. يبقى اتعلمنا ان الرئه حواليها بلورال ساك، ادي اول معلومه، ان هذا البلورال ساك مصنوع من جدارين، جدار يحوط الرئه فيسرال لير اهو، وجدار يبطن جدار الصدر يسموه بارايتال لير. طيب تعلم حاجه ثانيه، الضغط داخل الرئه اهو اللي بشاور عليه اللي هو باللون الاسود اهو يسموه انترا بالمونري بريشر، وساعات اقل شهره يسموه انترا الفلر، يبقى لان هو داخل الحويصلات يبقى انترا بالمونري او انترا الفلر. بينما الضغط في البلورا يسموه انترا بلورال بريشر اللي بشاور عليه باللون الاحمر اهو، وساعات اقل شهره يسموه انترا ثوراسيك بريشر لانه داخل الثوركس. اما الضغط بره خالص في الشارع اهو باللون الازرق يسموه اتموسفيريك بريشر، وده بنعتبره احنا عارفين ان هو ليه قيمه 760 ملم مركوري، لكن هنعتبره صفر، فهنقارن التو بريشر التانيين اعلى منه بقد ايه واقل منه بقد ايه، فاعتبرنا الاتموسفيريك بريشر ده مجازا، مجازا زيرو، بس هو مش زيرو. يبقى عندي كام بريشر دلوقتي يا اولاد؟ ثلاثة. يبقى البريشر جوه الرئه انترا بالمونري وانترا الفر اللي هو باللون الاسود اهو اللي حاطط الليزر عليه، البريشر في البلورا انترا بلورال بريشر، البريشر بره اتموسفيريك بريشر. طب انا عاوز طالب ذكي بقى يقول لي من هو الديستندنج بريشر لكل حاجه. اللنج عشان توسع لازم الضغط جوه يزيد عن بره، يعني الانترا بالمونري يبقى اعلى من الانترا بلورا، ويسموا هذا البريشر ترانس بالمونري عبر الرئه
ما هو قلنا عبر الجدار ترانس ميورال يعني عبر الجدار، يبقى الرئه عمرها ما توسع غير لو الضغط جواها زاد عن الضغط براها، لو الانترا بلمونري زاد عن الانترا بلورال. طب والتشستول يوسع امتى؟ لما الضغط جواه اللون الاحمر يزيد عن اللون الازرق، يعني الانترا بلورال، انترا بلورال يزيد عن الاتموسفيريك. طب لو خدت اللانج والتشستول القفص الصدري كوحده واحده اهي، يبقى عشان توسع لازم الضغط جوه يزيد عن الضغط بره، اللي هو الانترا بلمونري جوه يزيد عن الاتموسفيريك بريشر بره. دي كلها اسئله ام اس كيو يا اولاد، يبقى قولوهم انتوا بقى. يبقى من هو الدي ستاندينج بريشر؟ قلنا الدي مع حرف الدي، الدي ستاندينج بريشر هو الديفرنس ما بين الانسايد والاوتسايد. الرئه عشان توسع لازم اللي جوه يزيد عن اللي بره، يعني الانترا بلمونري يزيد على الانترا بلورال. طيب والتشستول عشان يوسع لازم اللي جوه يزيد عن اللي بره، يبقى الانترا بلورال اللي هو اللون الاحمر يبقى اعلى من الاتموسفيريك. طب لو خدت اللانج والتشستول كوحده واحده زي الرسمه الثالثه دي السهم الثالث، يبقى لازم اللي جوه يزيد عن اللي بره، يبقى الانترا بلمونري يزيد عن الاتموسفيريك. دي اول نقطه مهمه في الفهم، لا يمكن هتفهم من غيرها. مين هو البريشر اللي بيوسع؟ قول لي بقى من هو الدي ستاندينج بريشر؟ هو الديفرنس. طلبه بيقولوا لي بنسمع صوتك، الدي هو الدي، الدي ستاندينج هو الديفرنس ما بين الانسايد والاوتسايد، وانت عرفتها تلعبها ازاي. طيب نيجي نلعب لعبه تاني مهمه برضه دلوقتي، الكومبلاينس عاوزه توسع، شايف دي الحويصله الهوائيه، انا عاوز في الشهيق اوسعها. طب ليه ببذل مجهود في الشهيق؟ يعني الواحد بيعمل مجهود عشان يوسع؟ لان الرئه عاوزه تصغر لسببين. السبب الاول ان الرئه دي بالونه، واي بالونه لو نفختها وما ربطتهاش، شايف مش مربوطه اهي، يبقى عاوزه تريكايل بالالاستيستي. جرب كده في البيت، هيا بينا نلعب، انفخ بالونه ما تربطش عنق البالونه، هتلاقيها بتصغر. بتصغر بايه؟ بالالاستيستي. يبقى الكومبلاينس اهي عاوزه توسع، تعمل ديستنشن، توسع الرئه. بينما الرئه عاوزه تريكايل، تصغر. من جراء قوتين. القوه اللي فاهمينها كلكم الالاستيستي. يبقى ريكايل سببه نمره واحد، ان اللانج بالونه منفوخه ومش مربوطه، فبالالاستيستي عاوزه تصغر. في قوه تاني اهم، تصور اهم يا اولاد. ايه هي بقى؟ ان الرئه مبطنة مبلولة من جوه بفلويد، خلاص، اللي هو النقط السودة دي. واحد يقول لي هو ليه الرئة مبلولة من جوه؟ أنا راسم لك طالب ذكي. الحويصلات كل حويصلة هوائية هي باللون الأسود محوطة بشعيرات دموية تتبادل، تاخد منها الأكسجين وتديها ثاني أكسيد الكربون، مش كده؟ البلاد بياخد أكسجين من الرئة وبيدي الرئة ثاني أكسيد الكربون. طب تخيل انت حويصلة هوائية مغموسة في وسط بلاد، ما الكابيلا ده جوه بلاد، وخد بالك الحويصلة الهوائية دي جدارها رفيع جدا، يبقى 100% المية هتنشع جوه الحويصلة. ده احنا ما بيبقى فيه ماسورة يا ولاد ضربة في الناحية الأخرى من الحائط، حيطة تحط ايدك على الحيطة في الناحية التانية تلاقيها مبلولة. فما أدراك بحويصلة هوائية، يعني رفيعة جدا محوطة بدم بتتبلل معاه، يبقى لازم جدارها الداخلي يبقى مبلول بفلويد اللي هو أنا رسمه بالنقاط السوداء دي. كل جزيئين في هذا الفلويد بيتجاذبه، ده بيتجاذب مع ده وده يتجاذب مع اللي جنبه، يبقى مجموع الموليكيولز بيتجاذبوا هم في شكل دايرة، يبقى عاوزين الدايرة تصغر. يبقى ليه الرئة عاوزة تصغر يا أولاد؟ لسببين، إنها بالونة منفوخة مش مربوطة إلاستيستي، وتاني حاجة التوتر السطحي بتاع الفلويد اللي جواها اللي هو surface tension of the fluid lining alveoli. surface tension بتاع الفلويد اللي بيبطن الالفيولاي. وأول مرة تعرفها إن الرئة عاوزة تريكايل 2/3 يعني الأكبر بسبب surface tension، 1/3 بسبب الإلاستيستي. يعني الأوائل لما يقول لي الكومبلاينس الرئه عاوزين يوسعها، الواحد بيقول كده لما بياخد شهيق، ربي اشرح لي يا صدري، عاوز يوسعها ديستنشن. ف
فانت بتضاد ايه؟ بتضاد ريكويل. الرئه عاوزه تصغر وحضرتك عاوز توسعها. هي ليه عاوزه ريكويل؟ للاوائل، بسبب السيرفس تنشن ثم السيرفس تنشن ثم السيرفس تنشن اوف ذا فلويد لايننج ذا الفيولاي اللي هو 2 ثيردز والالاستيستي اللي هو 1 ثيرد. طب احنا ربنا عاوز يريحنا يا اولاد، يعني مش عاوزنا نبذل مجهود كبير، انا عاوز اوسع الرئه والرئه عاوزه تصغر ريكويل. يبقى ربنا تفتكر، فكر معايا، يقوي ولا يضعف الريكويل تندنسي؟ طالب ذكي قال لي طبعا نضعف الريكويل، احنا عاوزين نوسعها وهي عاوزه ريكويل، يبقى ربنا لازم يقلل الريكويل. طب لطالب اذكى وراء الخلق خالق، هو الريكويل سببه الاساسي الالاستيستي ولا السيرف تنشن؟ قال لي السيرف تنشن. يبقى ربنا لازم يضعف يقلل هذا السيرف تنشن. ازاي؟ تعالى افهمك. لما يبقى الفلويد اللي هي النقط السوداء في مواجهة مع الهواء، بيبقى السيرفس تنشن توتر سطحي عالي جدا، يسموها اير فلويد انترفيس، يعني الاير في مواجهة مع الفلويد فيس تو فيس. فربنا عمل حاجة رائعة، خلى خلايا الرئة تفرز فوسفوليبيد، فوسفو ليبيد اسمه ليثيزم، مش مهم اسمه دلوقتي. الليبيد يا اولاد الزيت بيطفو على الميه، فهيطفو على سطح الميه اهو اللي هو بلون الازرق. فبدل ما الفلويد يبقى في مواجهه مع الهواء فلويد اير انترفيس والسيرف تنشن قوي جدا، هيبقى اللي في مواجهه مع الهواء هو الليبيد الزيت اللي عايم فوق الفلويد اللي هو السيرفكتنت، يسموه سيرفكتنت لانه فوق السيرفس، فيضعف السيرف تنشن 1/12 او مجازا يلغي السيرف تنشن. شوف العظمه الالهيه. يبقى تاني يا اولاد، حضرتك عاوز ايه في الشهيق؟ قال لي عاوز اعمل كومبلاينس، عاوز اوسع الرئه. بينما الرئه بطبيعتي عاوزه ايه؟ الطالب الذكي قال لي عاوزه ريكويل. هي عاوزه ريكويل ليه يا اولاد؟ قال لي بسبب الالاستيستي المرونه، لانها بالونه منفوخه ومش مربوطه، لما انفخ بالونه مربوطهاش عاوزه تصغر، بس ده يمثل 1/3 الثلث، لكن عاوزه تصغر. السبب الثاني اهم، ان في فلويد بيبطن الحويصلات. وفهمنا جاي منين؟ جاي من البلاد. انت بتغمس الحويصلات الهوائيه في وسط دم عشان يتبادل معاها، لازم تبقى مبلوله من جوه، في فلويد موجود. هذا الفلويد عنده توتر سطحي سيرفس تنشن، كل جزيئين بيتجاذبا، فلما الجزيئات كلها تتجاذب الرئه ككل عاوزه تصغر بسبب السيرف تنشن، وده يمثل 2/3. هذا السيرف تنشن بيبقى قوي جدا لما يبقى الفلويد في مواجهه الاير، يسموها اير فلويد انترفيس. فمطلوب نفصل الهواء عن الفلويد النقط السوداء. فربنا عملها بطريقه لطيفه، خلى بعض خلايا اللنج تفرز ليبيد فوسفوليبيد يطفو على سطح الميه، يبقى هو اللي في مواجهه مع الاير، يفصل الفلويد عن الاير. هذا الفوسفوليبيد اللي اسمه ليثيزم بيسموه سيرفكتنت، وظيفته انه ينقص السيرف تنشن، وعليه ينقص الريكويل تندنسي اوف ذا لانج، وبالتالي يسمح لنا بان احنا نوسعها بمجهود قليل. ده القصه يا ولاد، ما اقدرش ابتدي اشرح زي المحاضرات وانت ما انتش فاهم الكلام. لا يمكن هتفهم كومبلاينس بدون هذه المقدمه اللي بستغرب ان في ناس كتيره ما بتقولهاش اساسا. طيب تعالى بقى ناخد السؤال، يبقى اللنج از ديستندد ازاي؟ قلنا عشان توسع اي حاجه الديستندنج بريشر هو الديفرنس ما بين الانسايد والاوتسايد، اللي هو عبر الجدار، اللي هو يسموه ترانس ميورال في حاله الرئه، يسموه ترانس بالمونري بريشر. يا اما تزود لجوه اللي هو الانترا بالمونري، وطبعا الرئه متصله بالتراكيه، او تنقص اللي بره نيجاتيف بريشر اراوند ذا لانج اللي هو في البلورا، يعني نقص الانترا بلورال بريشر. ليه بقى بيسموا الانترا بالمونري تراكيه؟ تعال افهم برضه يا اولاد حقيقه الامر، تعال اوريك في الحياه الرئه بتتسع ازاي. لو حضرتك بتبنك، كلنا شفنا الشخص مبني بيبقى حاطين لك تيوب جوه بقك، خلاص، والتيوب دي متصله ببالونه اهي، تيوب حطينا جوه التراكية متصله ببالونه، فاحنا لما ندوس على البالونه ننفخك، يبقى احنا بنزود انترا تراكيال، وبالتالي الانترا بالمونري في الرئه توسع. ده في البنك،
يبقى دي طريقه بنوسع بيها الرئه في البنك. شخص اللي متخدر حاطين تيوب جوه التراكيه وبتصل بالبالونه يبقى نزود لجوه. لكن في الحياه انا وانت دلوقتي الرئه بتوسع ازاي؟ بالطريقه الثانيه، ان انا بحرك عضلات الصدر لبره فهتخلق نيجاتيف بريشر حوالين الرئه، الفلور بريشر، فالرئه توسع. يبقى نورمالي ازاي بنوسع الرئه؟ انا وانت دلوقتي بنحرك التشيست وول لبره فيخلق نيجاتيف بريشر حوالين الرئه يوسعها، يبقى بننقص الانترفلورال. لكن وانت تحت البنك بتزودها ازاي؟ بتنفخها ازاي؟ تراكيه وننفخ هواء، فلما تزود التراكيه البريشر يزود الانترابلمونري بريشر يزود الرئه. عايزين الناس فاهمه، كلام بسيط بسيط جدا يا اولاد. طيب يبقى ده سؤال مهم، كيف تتسع الرئه؟ دلوقتي عندنا الكيرف بتاع الرئه يوجد منحنيان. ممكن نعمل التجربه ان فيترو او ان فيفو. هنا عاوز اعلمك حاجه في الطب هتاخدها، التعبير ده هيعاب مرات ومرات ومرات في الطب. ان فيترو في اللاتين معناها outside the living subject، يعني بره الجسم، بره الجسم الحي، مش بره بره حاجه حيه. هنعمل تجربه بره الحاجه الحيه اللي هي في الحاله دي قطه، يعني هناخد الرئه بتاعت القطه ونطلعها بره القطه، بره القطه هنذبح القطه، عارف نذبح القطه وناخد الاكسايز لانج بتاعت الرئه اهو. يبقى ان فيترو يعني اوتسايد ذا بودي، بنعمل التجربه في الاكسايز يعني منزوعه لاند اوف ا كات، ناخد الرئه بره الكات ونرسم الكيرف. خلاص اسمه الكيرف هيستريسيس كيرف. هنفهم بعد شويه كعادتي مش هسيب حاجه ليه سموه هيستريسيس كيرف. يعني هنعمل كيرف وانت بتانفليت بتنفخ رئه، وانت بتديفليت بتفضي رئه، لان الانفليشن يعادل انسبيريشن الشهيق، والديفليشن التفريغ يعادل اكسبيريشن الزفير. تعال نبتدي بالانفليشن كيرف. انا الحقيقه نفسي ارسمها لكم، عاوزين نرسمها نشوف ازاي بنعملها. انا اسف ان انا في رسومات كان المفروض اعملها، هعملها دلوقتي حالا في عجاله كده، رسم سريع يمثل القصه. هنجيب جار يمثل الجدار القفص الصدري، وادي الرئه بتاعه القطه تمثل بالونه جواها. طيب بس اهي الرسم، بصوا سهل قوي. انا اسف في شويه رسومات كده كان لازم اعملها قبلها. يبقى ده الرئه بتاعت القطه اهي، وبعدين ده حطينا جوه جار، الجار ده بيمثل القفص الصدري، وبعدين في هنا بسحب هواء هنا، فلما اسحب هواء البريشر هنا يبقى ايه؟ نيجاتيف حوالين الرئه، فالرئه توسع. ده ازاي بنوسعها؟ وبعدين في كل مره بنحسب التغير في الحجم في مواجهه التغير في الضغط. ما هو الكيرف عباره عن فوليوم اجينست بريشر. يبقى جبنا الرئه بتاعت القطه اكسايز بره، حطيناها في جار، خلقنا حواليها نيجاتيف بريشر، سهله ان احنا سحبنا هنا هوا فكرييت نيجاتيف بريشر حواليها فالرئه ابتدت توسع. تعال نشوف بقى انفليشن كيرف. فيرست في الانفليشن كيرف اول ما بنطلع الرئه بره الكيرف بقى، بص انا عاوز اوريه لك برده، في عندي رسمه الطف من الرسمه اللي تحت اكبر شويه، هنلاقيها حالا كل حاجه هنلاقيها باذن الله موجوده. ده هيبقى الطف شويه. اهو الانفليشن كيرف اللي هو باللون الاسود، الخط الاسود. الديفليشن كيرف اللي هو الخط الازرق. اول ما تخرج الرئه بره القطه عمال تزود البريشر والرئه لا تتسع، الفوليوم ثابت اهو، شايف؟ يبقى ده لو بريشر، عمال ازود الديستاندينج بريشر والرئه لا تتسع. عارف ليه؟ لانك كل ما
بتخرج الرئه بره القطه بيحصل كولابس الالفيولاي، كل الالفيولاي بتقفل بتلزق في بعض، فانت بتبذل شويه مجهود جاست تو اوبن عشان تفتح الالفيولاي اللي قفلت. يبقى انت البريشر بيبقى نيجاتيف والرئه حجمها ما بيزيدش. ليه؟ لان البريشر ده ضعف ايه؟ في انه يوبن يفتح الكولابس الالفيولاي اهي بالشكل ده، يفتح الكولابس الالفيولاي. بعد ما اتفتحت الكولابس الالفيولاي بقى في الميدل رينج بريشر، اي زياده في البريشر بيقابلها زياده في الفوليوم. ده الجزء الحلو في الكيرف، كل زياده في البريشر يقابلها زياده في الفوليوم لحد ما الرئه تبقى اوفر ستريتش زي الاستيك اللي مشدود على الاخر. مهما زودت البريشر الحجم ثابت. يبقى ده شكل الكيرف يا اولاد، انفليشن كيرف شكله كانه اس شيب. الاول ما بيزيدش، بتفتح الكولابس الالفيولاي وبعدين بيزيد، وبعدين لما بقى اوفر ستريتش ما زادش. طبعا ما تقوليش هم يعني مش اس بتاعت اللي هي الكمبيوتر، هم تصوروا ان شكل الكيرف ده اس شيب، بس احفظه في الام اس كيو. يبقى الكيرف الانفليشن كيرف وزيه الديفليشن كيرف شكله اس شيب. طيب اما عملوا الديفليشن كيرف بالعكس بقى، يعني ابتدى نفضي رئه، اترسم نفس الكيرف ده اهو اسمه ديفليشن كيرف. بس لاحظنا ان الديفليشن كيرف وقت افراغ الرئه بيبقى الكيرف اعلى، يعني السلوب احسن، يعني الكومبلاينس احسن، يعني افراغ الرئه بيبقى اسهل من الانفليشن. خلاص، يبقى الديفليشن كيرف هاز مور سلوب ذان ذا انفليشن كيرف. طب لما اخد الكيرفين مع بعض اللي هو الاسود مع الازرق بيسموه هيستريسيس. ايه كلمه هيستريسيس دي يا اولاد؟ هيستريسيس يعني شكله، حتى انا بستغرب من التشبيه ده، زي تجويف رحم الانثى. واحد يعني الطالب عمره ما شاف تجويف رحم الانثى، يعني لو كانوا قالوا شكله زي السبندل، زي المغزل، زي ورقه الشجره كانت تبقى حلوه. لكن ايه حكايه هيستريسيس تجويف رحم الانثى؟ انا اقول لك ليه. لان حتى من غير ما تشوف تجويف رحم الانثى انت متخيل تجويف رحم الانثى اهو، بيبتدي بقناه رفيعه اللي هي قناه عنق الرحم، يعني في قناه عنق الرحم تؤدي الى تجويف رحم الانثى، وينتهي فوق بالتجويف بتاع قناه فالوبيان، الفالوبيان تيوبس اللي بيجي عن طريقها البويضات. عشان كده هم شبهوا هذا الكيرف، قال لك ان الكيرف ده شكله عامل زي الهيستريسيس، وده سؤال ام اس كيو. طيب هنا بقى عندي سؤال مهم جدا، هو ليه الكيرف في الديفليشن في الام اس كيو بيبقى اعلى، السلوب اكتر، الكومبلاينس احسن من الانفليشن؟ نحسبها رياضيا يا اولاد، وانا احب الحساب الرياضي، هنحسبها وهنعرفها كويس قوي قوي قوي، فلا تقلق نشوفها ليه هذا الموضوع حالا، هنوصلها حالا حالا اهي. بص معايا، احنا قلنا ان الرئة عاوزة تريكويل من جراء شيئين، الالاستيستي والسيرف ستنشن. ومين اللي بينقص هذا السيرف ستنشن؟ اللي هو انا فرضته اللي هو السيرفاكتن ده، رسمته حتى هو اللي هو الدائرة الحمراء. طيب في اثناء الاكسبيريشن لما الرئة بتصغر، بص للرسم، تركيز السيرفاكتن بيحصل له ايه؟ يعني نفس كمية سيرفاكتن في الانسبيريشن هي كمية السيرفاكتن في الاكسبيريشن. فلما الرئة بتصغر تركيز السيرفاكتن جواها بيزيد، وعليه السيرف ستنشن اللي بيحاول يصغر الرئة. ما هو السيرفاكتن ده بيعاكس السيرف ستنشن، بيقلل السيرف ستنشن، بيلغي السيرف ستنشن. فلما الرئة بتصغر يبقى كمية السيرفاكتن نسبيا جواها هي بس لان الرئة صغرت فالتركيز جوا الرئة بتاع السيرفاكتن زاد، اللي هو بيقلل السيرف ستنشن، اللي هو بيحاول يعمل ريكويل للرئة، فالريكويل بتاع الرئة هيقل، وعليه قابليتها الاتساع الكومبلاينس تزيد. واحد من اهم الاسئلة يا اولاد،
يبقى في الديفليشن كيرف هيسألك اللي هو يعادل الاكسبيريشن عندنا بنفضي، ليه بيبقى الكومبلاينس اعلى؟ الاجابه ثلاث كلمات، لان لما الرئه وهي بتصغر تركيز السيرفكتن بيزيد، جو الكلمه الاولى، وعليه هيقلل السيرف تنشن، الجمله الثانيه اللي هو بيعمل ريكويل، وعليه قابليه الاتساع كومبلاينس هتزيد، والعكس في الانسبيريشن. واللي يثبت هذا الكلام حاجه جميله خالص يا اولاد، يبقى ده اهو انه الديفليشن كيرف اعلى من الانفليشن كيرف، لان قلنا ان الرئه الكومبلاينس عاوزه توسع، والريكويل سببها حاجتين، الحاجه الاساسيه السيرف تنشن اللي مين بيقلله؟ السيرفكتن. طب انت لما الرئه بتصغر، الرئه بتصغر بتصغر، يبقى تركيز السيرفكتن جواها يزيد، فده يضعف السيرف تنشن اللي هو بيحاول يصغر الرئه، فيبقى اتساع هيبقى اسهل، فعشان كده السلوب يبقى. وعندي دليل تاني جميل وسؤال اخر، لو انا في تجربه القطه دي مليت الرئه بسلاين، ما بقاش في مواجهه ما بين الهواء والاير، لان ما فيش اير في الرئه، انت مليت الرئه كلها سلاين، لغيت السيرف تنشن تماما، يبقى الرئه هنا عاوزه تريكويل بحاجه واحده بس، الاستيستي، لكن ما فيش سيرف تنشن، ما انت مالي الرئه سلاين. واحنا قلنا السيرف تنشن بيجي من مواجهة السائل للإير، انت مليها كلها سلاين سائل، مفيش مواجهة بالإير والسائل، ان جوه اللي جوه مليتها سائل، مفيش سيرف تنشن، يبقى الرئة بتصغر بحاجة واحدة بس، الاستيستي اللي هي الأضعف، يبقى الكومبلاينس اللي هي الاتساع هيبقى أسهل، لأنها بدل ما كانت بتواجه الاستيستي والسيرف تنشن، والسيرف تنشن أهم بتواجه الاستيستي بس. فبص الكيرف بتاع السلاين فيلد لانج بيبقى ستيل مور كومبلاينس مور سلوب، يعني الديفليشن احسن من الانفليشن، لان تركيز السيرفكتن بيزيد لما بتصغر الرئه. الرئه اللي مليانه سلاين مفيش سيرف تنشن خالص، فالكومبلاينس والسلوب يبقى احسن واحسن. دي اسئله مهمه جدا. نرجع تاني يا اولاد، ده الجزء الصعب في الموضوع النهارده، بعد كده الباقي كله سهل باذن الله. يبقى اول تجربه عملناها اللي هي انفيترو، فيترو يعني خارج الجسم، جبنا الاكسايز لانج اوفاكات، قلنا الكيرف طلع شكله زي تجويف رحم الانثى، هيستريسيس كيرف اللي هو الانفليشن ديفليشن كيرف. الانفليشن كيرف قلنا مرينا بثلاث مراحل، اول ما طلعت الرئه خارج القطه عمال تبذل مجهود والرئه مش قادره توسع، المجهود ده البريشر اللي عمال تحطه بيضيع في ايه؟ بيوبن الكولابس الالفيولاي، بيفتح الكولابس الالفيولاي. طيب بعد كده الكومبلاينس هتزيد وتبقى لينير ريليشن شيب اهي، يعني هنا مفيش اي زياده، كنت بفتح الكولابس الالفيولاي، بعد كده بقى لينير ريليشن شيب، بعد كده ابتدى يبقى كيرف لينير في الاخر، ده كومبلاينس لول، ان الرئه بقت اوفر ستريتشنج، بقت اوفر ستريتشنج. انا عندي تامل لطيف جدا يا اولاد، يبقى فين الحته الحلوه في الكيرف ده؟ واحد يقول لي الجزء اللي في النص، في الميد رينج ده، ليه؟ لانه في الاول كنت بعمل مجهود على الفاضي، بزود البريشر الترانس ميورال بريشر والرئه ما بتوسعش، مجرد بنفتح الالفيولاي مقفله، وفي الاخر بنزود البريشر والرئه مش قادره توسع بالقدر الواجب لان الاساتيك اتشدت، يبقى الجزء الحلو في الكيرف هو الجزء اللي في النص، هو اللي لينير ريليشن شيب. تامل خاص بالعبد الله، عارف ايه الفرق بين الانسان والتجربة دي؟ ان ربنا شال الحاجات الوحشة، ان احنا في جوه الجسم عندنا الحتة الحلوة بس اللي فيها هاي كومبلاينس. ليه؟ لان جوه الجسم، افتح ودنك، الالفيولاي ما هياش كولابست، هي بتكولابس بس لما تطلع الرئة بره الجسم، فما فيش الجزء ده، there is no collapse alveoli. وجوه الجسم بسبب القفص الصدري بيمنع القفص الصدري الرئة انها توصل للمرحله اللي تبقى فيها اوفر ستريتشد، بتمنع الاوفر ستريتش، ما بيحصلش هذا الكلام، بتمنع الاوفر ستريتش اوف الفيولاي. يبقى جوه الجسم شوف العظمه بما يدل على انه وراء الخلق، خالق ربنا ادانا الحته الحلوه في الكير،
مفيش بريشر هتستخدمه على الفاضي مجرد عشان تفتح الالفيولاي لكولابس، لان جوه الجسم الالفيولاي مش كولابس، ولا الرئه هتصل للحاله اللي تبقى فيها اوفر ستريتشد، وذلك بسبب وجود القفص الصدري بيمنع الاوفر ستريتش في الرئه، يبقى بيمنع انك تنزل بريشر جاست عشان توسعها. يبقى هي الجزء اللي في النص الحلو بس. وبقول ده وعد الهي يا اولاد. ربنا بيقول انه بيجازي من احسن عملا. تصور يعني كل واحد يعمل اي عمل ربنا بيجازيه عليه، حتى في النفس، اي انقباض في عضلات التشست بتخلي البريشر حواليها نيجاتيف هيقابله اتساع في الرئه. يعني اي مجهود هتعمله ربنا هيشرح لك صدرك ويدخل هواء. عمرك ما هتعمل مجهود والرئه ما توسعش، لان الالفيولاي مش كولابس، وبسبب التشست وول عمر الرئه ما هتوصل للوضع اللي تبقى اوفر ستريتش، بتبذل مجهود وما بتوسعش. فاحنا خدنا الحته اللي في النص بس الجميله. سبحان الله في الطين اللي عاوز يفهم. طيب تعالى بقى نقول ايه الأسئلة اللي عندنا. تاني أربع أسئلة اهي ممتازة نبقى عارفينها. أول حاجة، لو خدت البريشر فوليوم اللي هو الكومبلاينس كيرف بتاع الانفليشن أو الديفليشن لوحده، يعني الأسود لوحده أو الأزرق لوحده، شكله إيه في الـ MSQ؟ S shape not linear. ده سؤال MSQ، عد معايا. السؤال التاني، طب مين الكيرف الاعلى، الديفليشن ولا الانفليشن؟ الديفليشن. وتبقى عارف الاجابه، لان في اثناء الاكسبيريشن الرئه بتصغر فتركيز السيرفكتانت يزيد، فالسيرف استنشن اللي بيعمل ريكويل يقل، وعليه الكومبلاينس اللي بتوسع تبقى اسهل، يزيد الكومبلاينس. والدليل على ذلك السؤال الثالث، ان السلايم فيلد لانج اللي ما فيهاش سائل في مواجهه هواء، لان كلها سائل سلاين، يعني فيش سيرف تنشن خالص، بيبقى الكيرف اعلى حتى من الديفليشن. السؤال الرابع، طب شكل الكيرفين مع بعض عامل زي ايه؟ زي تجويف رحم الانثى، هيستريسيس، خلاص، لانه بادئ بتجويف العنق وبعدين الفالوبيان تيوب، هيستريسيس. طيب حتى اللي جايه مهمه قوي، احنا قلنا الكومبلاينس يا اولاد ما بزهقش، هي دي اللي بيجي فيها كل الاسئله، عاوز اتوسع، الريكويل عاوز يضيق الرئه، بسبب ايه ريكويل؟ 2/3 بسبب السيرف ستنشن، 1/3 بسبب الالاستيستي. طب ايه الحاجات اللي تقلل الريكويل، يعني تقلل السيرف ستنشن وتقلل الالاستيستي وعليه تزود الكومبلاينس؟ لسه قايلينها، ايه اللي بيقلل السيرف ستنشن؟ لما تركيز السيرفكتانت يزيد زي في الاكسبيريشن، بيبقى الرئه بتصغر فالسيرفكتانت بيقلل السيرف تنشن بيقل. خلاص السيرفكتانت تركيزه بيزيد فالسيرف تنشن يقل. طب ونما اتنين، لو لغيت السيرف تنشن تماما بان ما بقاش فيه ميه في مواجهه هواء، بان بقت الرئه كلها ميه، سلايم فيلد لانج، ده سؤالين مش كتير مهمين جدا. يبقى الكومبلاينس تزيد لو قل السيرف تنشن، وهذا يحدث في حالتين. لو زاد تركيز السيرفكتانت بسبب صغر الرئه في الاكسبيريشن، او لو لغيت تماما السيرف تنشن زي في السلايم فيلد لانج. طيب ايه اللي يزود الكومبلاينس؟ مش انك تنقص السيرف تنشن، تنقص الاستيستي زي في الاولد ايج. شوف العظمه الالهيه، ان احنا لما بنطعم في السن لما بنكبر من كتر ما استخدمنا الرئه، شهيق زفير أستك عمال تشد فيه وترخيه، في الآخر الأستك ده بيفقد الإلاستيسيا، الإلاستيسيا بتقل اللي عاوزة تصغر، فاتساع الرئة يبقى أسهل. يعني نقص الإلاستيسيا وسع مقدرة الاتساع في الأولد إيج. بعملها بتشبيه لطيف جدا لولاد، يو نيفر فورجيت إت. يعني هتستغرب كده، أعمل زي إيه؟ رحمه الله سعيد صالح شراب أستك منه فيه، أنا جايب شراب أهو. خلاص؟ في الاول اما الشراب يبقى جديد يبقى الاستيك قوي، فعشان توسعه وتدخل رجلك عاوز مجهود، يعني توسع الاستيستي عاوزه تصغر وانت عاوز توسع عشان تحط رجلك. لما الشراب يقدم في ميزه بقى، الاستيك ده بيرتخي من تكرار استخدام الشراب، الاستيستي باظت،
فتلاقي فيه ميزة واحدة بس، انك انت فتح الشراب فوهة الشراب وتدخيل رجلك بقى اسهل، يبقى نقص الالاستيستي خلى قابلية الاتساع اسهل. ده في الاولد ايج. وفي مرض تاني يا اولاد اسمه انفيزيما، ومعنى كلمة انفيزيما في اللغة مرض اتساع الرئة. الناس اللي بتدخن لا جزاهم الله خيرا، السموكينج ده إريتنت، حاجة يعني بتعمل إريتيشن، إثارة، ضرر، بتستسير كرات الدم البيضاء. هو ده الزملاء الأصغر سنة يعرفوا السبب. مرض اتساع الرئة اللي هو بسبب التدخين، خلاص الإريتنت بيستثير كرات الدم البيضاء، تطلع توكسينز، بتدستروي الإلاستيك إليمنتس بتاعت الرئة، فالرئة توسع، عشان كده يسموها مرض اتساع الرئة. ده للزملاء الأصغر مش ليكم. التدخين إريتنت، يشغل كرات الدم البيضاء، تطلع توكسينز تدستروي، فيبقى الرئة قابليتها الاتساع تبقى في هذه الحالة أسهل. طب واحد يقول لي طب ما ندخن بقى دي حاجة حلوة؟ لا، ده مش معناها إن المريض نفس اسهل، هو الاتساع الرئه اسهل، ده كسؤال في التحريري او في الام اس كيو اسف، انما ما هوش معناه نفس اسهل. ليه بقى؟ لان بص معايا، لما الرئه تفقد الاسيستي وتوسع كده، الاسيستي دي بقى مفيده في حاجه، انها بتساعدك شويه في الاكسبيريشن، انك تفضي الهواء، هو ما بيعرفش يفضي الهواء، فهيبذل مجهود مش بس في الشهيق وكمان في الزفير، مش بس في الانهاليشن في انه ياخد هواء، لكن في الاكسبيريشن. ادي اول عيب. نمره 2، لما الرئه بتوسع قوي كده، ده الوسع في الالفيولاي بيضغط على الالفيولاي اللي جنبها، يعمل لها كولابس، فيبقى عاوز مجهود على الفاضي جاست تو اوبن ذا كولابس الالفيولاي. فحقيقه الامر اللي عنده انفيزيما، برغم ان الرئه فقدت الالاستيستي ووسعت مرض اتساع، وبالتالي الكومبلاينس زادت، ده كسؤال سؤال لكن مش في الحياه، ده مش معناها ان هو لا يبذل مجهود، ده هو بالعكس بيبذل مجهود في الانهاليشن في انه ياخد شهيق، وفي الديفليشن، اولا مفيش الاستيسي فالرئه ما بترجعش تظهر لوحدها، لازم هو يصغرها، مفيش كويل، يبقى في صعوبه في الاكسبيريشن. لما اتنين، لما بتوسع قوي بعض الالفيولاي بتضغط على الالفيولاي اللي جنبيها تقفلها، يبقى بقت الالفيولاي كولابس. وعاوز حاجه تانية بتصعب الحكايه، انه ودي الاهم بقى، انه بيحصل ضيق في الشعب الهوائيه، حتى تلاقيهم بيشحر صح، فبيبقى في صعوبه في دخول الهواء. فده مش دعوه لان الناس تشرب سجاير، برغم ان الانفيزيما بتزود الكومبلاينس هي والاولد ايج. يبقى تاني يا اولاد، ما عشقت مثل عشق النظام، كومبلاينس عاوز اتوسع، الريكويل عاوز يضيق. الريكويل لسببين، 2 ثيرد بسبب السيلف ستنشن، 1 ثيرد بسبب الالاستيستي. يبقى اي حاجه هتنقص السيلف ستنشن او تنقص الالاستيستي، هتنقص الريكويل، هتزود الكومبلاينس. اخذنا شيئين بينقصوا السيلف ستنشن، وخدنا شيئين بينقصوا الالاستيستي. ايه اللي بينقص السيلف ستنشن؟ اكسبيريشن. ليه؟ لان الرئه لما تصغر تركيز السيرفكتنت جواها يزيد، اللي هو بيضعف السيرفستنشن، او الرئه اللي مليانه سلاين، دي حاجه مش في الحياه، دي في القطه، لان مفيش اير فلويد انترفيس، مفيش مواجهه بين الاير والفلويد، لان هي كلها فلويد، مفيش اير اساسا، تمليتها سلاين. او لو نقصت الالاستيستي كما مع الاولد ايج، ودي رحمه من ربنا بينا، وفي الانفيزيما في الناس مرض اتساع الرئه اللي بيدخنها. طيب ده كان التجربة in vitro خارج الجسم. تعال بقى نشوف التجربة in vivo. هنعمل التجربة in vivo داخل الجسم. يا رب. بصوا معي. معلش انا عارف انها حضرة قوية شوية، وخاصة ان انتم ما عندكوش الخلفية بتاعت الريسبريشن في النظام الجديد. انت بتسمع بايوفيزيكس وانت ما عندكش اي فكرة عن الريسبريشن، بس بنحاول كل حاجة نستدعي المعلومة الواجبة للفهم، وده محتاجة خبرة طبعا. in vivo في اللاتيني معناها inside a living organism، يعني جوه الاحياء. يبقى خدنا in vitro، خدناها في القطة في الاكسايز لانج، وهناخدها جوه الانسان. جوه الانسان عندي يوجد نوعان من المنحنيات، static lung compliance
وديناميك لانج كومبلاينس. نبتدي بالاستاتيك لانج كومبلاينس. عملها ازاي الاستاتيك دي؟ جيب الشخص اهو وبعدين نقفله مناخيره نوز كلوزد كده بكلامب، وبعدين خرطوم ماوس بيس قطعه تحطها ببقك وفي خرطوم متصل بحاجه زي البرميل كده اسمها سبايروميتر. اسف برضو ما عنديش الصوره هنا معني موجوده معايا في الريسبريشن، ممكن لو سمعت محاضرات الريسبريشن هتشوف السبايروميتر. فانا اخد 100 سنتي وقف وان كمان 100 وقف واقيس البريشر والفوليوم كمان 100 وقف. ده الاستاتيك. يبقى الاستاتيك كيرف ان البيشنت انسبايرز ان الطريقه اللي ممكن تنساها مع حيط ان ستيبس الاس مع الاس الاستاتيك ان ستيبس مور ستيبس وتتوقف. افهم مش بنحفظها الاس مع الاس، هي ليه سموها ستاتيك؟ لانك بتاخد 100 سنتي each time وتوقف توقف، يبقى استاتيكية يبقى static lung compliance. ففي الانفليشن كيرف البيشنت inspired in small steps and then stop 100 سنتي وتقيس حاجتين. اولا لما بتوقف لازم تعمل آتي the respiratory muscle are allowed to relax والجلوتس is open. يعني هي هعملها لك كده، يعني انا خدت 100 سنتي بقى انا قفل ادي فرصه للريسبيرتوري ماسل تريلاكس والجلوتس مفتوح. طب دلوقتي انا اما اقيس الضغط داخل الجلوتس يبقى الضغط كام دلوقتي؟ الضغط جوه الجلوتس زي جوه الرئه زي الاتموسفير، الضغط صفر. يبقى فين الديستاندينج بريشر؟ احنا قلنا هو الفرق بين الضغط جوه الانترا بلمونري والضغط بره في البلورا. طب حيث ان الضغط جوه متصل بالاتموسفير الجلوتس اوبن اللي هو صفر، اي حاجه ناقص صفر يبقى هي نفسها، يبقى هنا البريشر تشينج هو الفلورال بريشر. اللي هناخد في الريسبريشن انه بيتقاس بطريقه، ارجع محاضرات الريسبريشن لطيفه جدا اسمها اسوفيجيا البالون. يبقى تاني يا اولاد انت في حاله الرئه، قلنا في حاله الرئه اهي مين الديستاندينج بريشر بتاع الرئه؟ هو البلمونري ماينس البلورال الاسود ناقص الاحمر. حضرتك لما تريلاكس والجلوتس متصل بالاتموسفير اللي هو يبقى ده صفر، يبقى فرق الضغط هو قيمه بلورال. اي حاجه الفرق بينها وبين الصفر هي نفسها. يبقى احنا قلنا الدي ستاندنج بريشر بتاع الرئه هو الديفرنس ما بين الانسايد والاوتسايد. طب الانسايد اللي هو الانترا بلمونري، انت فاتح الجلوتس فاتح المزمار فاتحه على الشارع اللي هو البريشر فيه صفر بعتبره صفر، يبقى الفرق بين البلمونري اللي هو صفر والبلورال هو البلورال بريشر. يبقى هنا الديستاندينج بريشر هو البلورال بريشر، وده انا كنت علمته لك قبل كده قلت لك ان نورمالي في النفس احنا بنوسع الرئه بالبلورال بريشر. وتشوف التشينج في الفوليوم انت عارفه، ما احنا قلنا بناخد 100 100. يبقى الفوليوم تشينجز ار بلوتد اجينست ال ترانس بلمونري بريشر اللي هو الفرق بين جوه وبره اللي هو يساوي مين بقى؟ البلورال بريشر. ليه؟ لان اللي جوه اللي هو البلمونري الجلوتس الرئه متصله بالجلوتس ببره اللي هو صفر. يبقى بنحط هنا اللانج فوليوم اجينست الانترا بلورال بريشر. برضه هتلاقي فيه انفليشن كيرف وديفليشن كيرف نفس القصص. مين اعلى؟ الديفليشن. وطبعا هنا مش عاوز عبط، مفيش سلايم فيلد هنا، مش هنجيب شخص ونملاه سلايم فيموت غرقان في السلايم، مفيش الهبل ده. فده اسمه ستاتيك لانج كومبلاينس كيرف. يبقى اهم حاجه في الاستاتيك فين الكلمه اللي بلون لازق؟ ان حضرتك بتاخد ستيبس وتتوقف. ذا بيشنت انسبايرز ان سمول ستيبس كل مره 100 سنتي ويقف. ولما يقف يخلي الماسل ريلاكسد والجلوتس متصل بالاتموسفير يبقى صفر. طب الرئه بتوسع بفرق الضغط بين البلورا والبلمونري اللي هو متصل بنيجي اللي هو صفر، يبقى هي البلورال بريشر. يبقى البريشر تشينجز هو البلورا. وانت الفوليوم ما انت عارفه كل ستيب بتاخد 100 بقوا 200 بقوا 300 اند سو اون. ده الانفليشن كيرف. وتعيد نفس الستيبس يبقى في الاستاتيك لازم توقف، لازم سمول ستوبس ستيبس وتوقف.
ويبقى كيرف الانفليشن وكيرف ديفليشن تملي ديفليشن اعلى. هنا حضرتك هيسالك نفس الكلام اللي قلته 100 مره، انت عشان توسع الرئه الانفليشن ديفليشن ان فيري سمول ستيبس، انت عاوز توسع ده كومبلاينس، بينما الرئه عاوزه تريكويل. ايه الرئه عاوزه تريكويل لكام سبب؟ للمره بقى العاشره، سيلف ستنشن 2/3 والالاستيستي 1/3. يبقى انا الفلو اوف اير اوفر كامز سؤال ام اس كيو حاجتين في الاستاتيك، السيلف ستنشن والالاستيستي. طب نيجي الدايناميك لانج كومبلاينس يا اولاد. دايناميك حتى حاجه ديناميكيه فيها حركه، يبقى ما قفش بقى. يبقى هنا the patient inspires one continuous non-interrupted يعني لا يتوقف متصل ولا يتوقف نفس. الريت بتاع التنفس يا 10 في الدقيقة يا إما up to 100 في الدقيقة. From 10 up to 100 أهو. يبقى أعملها كالآتي، يبقى مش هاخد 100 يعني هناك كنت باخد 100 أدي الإسباير 100 وقف وريلاكس وافتح جلوتس، كمان 100 وقف وريلاكس وافتح جلوتس. هنا اخد نفس واحد وان كونتينوس نون انتربت، عشان كده سموا التجربه، بص لي عشان ما تنساهاش، دايناميك دايناميك. ما بقفش، اما ستوب اخد سمول ستيبس ستوب يبقى ستاتيك، اخدها كونتينوس نون انتربت تبقى دايناميك خلاص. وفي انفليشن وفي ديفليشن. معدل التنفس ايه؟ من 10 اب تو 100. وبعدين تعمل اتي بقى نشوف ايه اللي هنعمله. طيب الديناميك كومبلاينس نفس القصه هنا، هنحط برضو الفوليوم تشينجز اجينست الترانس بالموناري بريشر، اللي هو قلنا الترانس بالموناري في الحاله دي في النفس الطبيعي بيبقى هو مين يا اولاد؟ هو الانترا بلورال. وبرضو هتلاقي فيه انسبريشن او انفليشن كيرف، الان هي الان، الانسبريشن هي الانفليشن، والاكسبريشن هي الديفليشن، ده اعلى وفاهمين ليه. فبتشوف اللونج فوليوم تشينجز اجينست ال انترابلورال بريشر، اللونج فوليوم تشينجز اجينست الانترابلورال بريشر. يبقى ده الدايناميك كيرف. الفكره انك بتعمل وان نون انترابتد كونتينوس نون انترابتد، الريت 10 الى 100. طيب خد بالك ازاي بقى، هو السؤال اللي هيسالوه لك في الام اس كيو هو اني احسن، يعني انهي اسهل، الدايناميك ولا الاستاتيك؟ دي سؤال مهم جدا جدا يا ولاد، انه نورمالي الستاتيك كيرف الكومبلاينس تاعه افتح ودنك اعلى اعلى، يعني السلوب مور 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 سلوب ذان دايناميك. واحد قال لي فاهم هلنا ليه؟ حضرتك لو بتاخد النفس يعني عمليه مستمره، فانت لا تواجه فقط الالاستيستي والسيلف ستنشن زي الاستاتيك. في الاستاتيك كنت بتواجه الالاستيستي والسيلف ستنشن، لكن هنا ادام النفس متصل بتواجه قوتين تانيين زياده، اربع قوى بقى. بص معايا حضرتك، انت ما بتاخدش نفس زي هناك وتريح، ده انت الموضوع كونتينوس نون انتربتد كونتينوس نون انتربتد. يبقى انت لازم تتغلب على التيشو فيسكوستي، دي زوجة الأنسجة التيشو ريزيستنس، لسه ده قبل ما الرئة توسع. طب وبعد ما توسع في حاجة تاني؟ الرئة وسعت ما خلصش الموضوع، الرئة وسعت الهواء لازم يدخل، هيدخل فين؟ في البرونكال تري البرونكاي، وفي مقاومة احتكاك فريكشنال ريزيستنس، مقاومة احتكاك مع البرونكاي والبرونكيولز الشعب والشعيبات. يبقى 100% الدايناميك أصعب من الاستاتيك، لان في الاستاتيك انا عاوز اوسع الرئه، الرئه عاوزه تصغر بسببين، سيلف تنشن سيلف تنشن سيلف تنشن 2/3 والاستيستي. انما في الدايناميك انا قبل ما اوسع الرئه لازم اغلب التيشو فيسكوستي، لازم المفصلات والمصل والحاجات دي اتغلب على لزوجتها عشان اوسع.
وبعد ما وسعت لسه في مجهود تاني ان الهواء لازم يدخل، والهواء هو داخل في مقاومه احتكاك فريكشن ريزيستنس. يبقى في الاستاتيك بواجه حاجتين بس، الاستيستي وسيلف تنشن. هنا بواجه اربعه، الاستيستي وسيلف تنشن زائد التيشو فيسكوستي والاير واي ريزيستنس. يبقى مين الاحسن 100% الاستاتيك؟ ده سؤال ام اس كيو. عشان كده بنقيس الدايناميك كنسبه من الاستاتيك، يعني بنشوف ان الاستاتيك قد ايه والدايناميك بيحقق كام في المية من هذا الاستاتيك. اهي بتتقاس كده. يبقى اما اقول كومبلاينس 60، يعني ايه كومبلاينس 60؟ يعني لما يبقى بتاع حضرتك بتاخد 60 نفس في الدقيقه، احنا قلنا من 10 ل 100، اختار اي حاجه ما بين 10 و 100. لو عملتها عند 60 نفس في الدقيقه تبقى دي يسموها كومبلاينس 60. بنشوف الريشيو ما بين الدايناميك كومبلاينس اللي هي اقل الى الاستاتيك كومبلاينس في 100. يبقى ده الفكره. طيب هنا قلت الانفليشن ديفليشن وان كونتينوس نون انتربتد، ولا تجابه قوتين بس اللي هما الاستيستي والسيلف تنشن، بتجابه كمان الفريكشنال ريزيستنس بتاعت الاير ويز بعد ما الرئه وسعت، وقبلها التغلب على التيشو ريزيستنس اللي هي الفيسكوستي. عشان كده الدايناميك جزء من الاستاتيك، عشان كده بنشوف النسبه البرسنتج اوف الدايناميك كومبلاينس از اكسبريسد از ا برسنتج اوف ستاتيك كومبلاينس. شوف الدايناميك بتمثل قد ايه من الاستاتيك، الاستاتيك تبقى اعلى اسهل. ده الكومبلاينس بتاع الرئه يا اولاد، عشان ما تتلخبطش. يبقى خدنا الكومبلاينس بتاع الرئه ان فيترو في القطه خارج الجسم، وخدنا ان فيفو في الجسم، وان فيفو خدنا استاتيك لما تعملها ان ستيبس وتقف وتستوب تبقى كلها اس اس اس، ستيبس وتستوب تبقى استاتيك. اما تعمل وان كونتينوس ان انتربتد او نون انتربتد اسف يبقى كونتينوس. طب تعال بقى نشوف الكومبلاينس اوف لانجز اند تشست وول. Compliance of lungs and chest wall. في الأول عشان ما تلخبطش قول لي بقى هنا في اللانجز والتشست وول لما تاخدهم مع بعض مين الديستاندينج بريشر؟ لما اخد اللانج والتشست وول مع بعض، اللانج مع التشست وول كوحدة واحدة، يبقى الديستاندينج بريشر هو الديفرنس ما بين الانسايد والاوتسايد. الانسايد اللي هو البالمونري، والاوتسايد هو الاتموسفيريك اللي هو صفر. يبقى هو بقى هنا بقى لما اخد اللانجز والتشست وول يبقى الفرق بين البالمونري والاتموسفيريك، الاتموسفيريك صفر يبقى هو البالمونري بريشر. بالمونري في الكيرف بتاع اللانج كنا موصلين اللانج بالاتموسفير، فهنا اللي صفر يبقى هي البلورال بريشر. دي نقطه مهمه جدا في الام اس كيو. انما هنا انت بتشوف البالمونري ناقص الاتموسفيريك اللي هو صفر، يبقى هو البالمون لما تاخدهم الاثنين مع بعض. ده كيرف سهل قوي. يبقى ذا بيشنت انسبايرز ا سيرتن فوليوم، ياخد سيرتن فوليوم من الريسبيروميتر. وقلنا بيبقى سبيروميتر انت قافل النوز بكلامب عشان تاخد بس من الماوث بيس. وبعدين ذن الانسبيراتوري ماسلز ار ريلاكسد. والماوث بيس هنا از كلوزد. تقفل الماوث بيس اللي بره. فيبقى البريشر في الجلوتس معادل للبريشر في الرئه، لان الجلوتس متصل بالشعب الهوائيه عن طريق الرئه، يعادل انترا بالمونري بريشر. وهو ده المهم ليه؟ لان انت الديستاندنج بريشر هو اللي جوه، الانترا بالمونري ناقص اللي بره اللي هو الاتموسفيريك اللي هو صفر. ذا بيرسون ريبيتس ان سيفرال ستيبس، وتعمل نفس الكلام مع الاكسبيريشن وترسم كيرف. الفوليوم از بلوتد اجينست البريشر، انهي بريشر اللي هو هنا انترا بالمونري. يبقى تاني يعني انا ريسبيروميتر هاخد نفس وبعدين اريلاكس زي الاستاتيك، اخيري مقفوله اقفل الماوس بيس هنا، الهواء مش يبقى الرئه مش متصله بالاتموسفير بقى، ما انت قفلت الماوس بيس. يبقى الضغط داخل الرئه زي الجلوتس عالي، هو ده اللي مخلي الرئه البالونه ربطتها خلاص، ما انت قفلت الماوس بيس كأنها بالونه مربوطه، يبقى محتفظه بالضغط جواها. اللي محتفظ بيها منتفخه هو الفرق في الضغط جواها عن الضغط بره في الاتموسفير. يبقى هنا البريشر هو الانترا بالمونري. يبقى هتاخد نفس وبعدين تقف خلاص، تريلاكس الماسل
تقفل الماوس بيس. يبقى الضغط دلوقتي في الجلوتس زي الضغط في الرئه. قيس الضغط في الجلوتس هو نفسه الضغط في الرئه ما ناقص الاتموسفيريك اللي هو صفر يبقى هو الانترابلمونري. وبرضه هتلاقي فيه انفليشن ديفليشن كيرف. نورمال ستاندرد بيجي سؤال مهم جدا. لو عملت الكومبلاينس اللي هو بقى المثال اللي انا قلت لكم في الاول بتاع الصندوق والبالونه، الكومبلاينس بتاع اللانج والتشيست وول طبعا مش زي ما يبقى الرئه لوحدها او التشيست وول لوحده. اللانجز مع التشيست وول بيبقى الريشيو ما بين التشينج في الفوليوم تو تشينج ان بريشر اللي هو 1/10 ملل، او يعني لو عاوز الدقه في بعض الكتب ما يكتبهاش 100 ملل، ما هو 100 ملل يعني عش لتر يعني 0.1 اوفر لتر، كبينها 110 ملل لكل سنتيمتر ووتر بريشر. 110 ملل لكل سنتيمتر ووتر بريشر. بينما الرئه لوحدها او التشيست وول لوحده بيبقى 0.2 لتر لكل سنتيمتر ووتر بريشر. هنشوفها، انا بس عاوز احط لك الرقمين عشان تبقى فاهم اهي. يعني هوريهم لك الاثنين جنب بعض. يعني الرئه لوحدها لما اشتغلنا على الرئه لوحدها 0.2 لتر، الرئه والتشيست وول مع بعض 0.1 لتر لكل سنتيمتر ووتر بريشر. طالب قال لي ما عندكش طريقه حلوه تحفظ لنا بيها الارقام دي عشان دي بتيجي في الام اس كيو. قلت له كل حاجه عندي طريقه ليها حلوه. بص لي دو نيفر فورجيت. بص يا اولاد، بصوا من فضلكم، الرئة لوحدها أو التشيست وول لوحده 0.2، إنما الرئة والتشيست وول مع بعض 0.1، يبقى حلوة. الرئة لوحدها أو التشيست وول لوحده 0.2 يعني الواحد 2، أما الاثنين مع بعض لانجز وتشيست وول 0.1 أو يعني عاوز الدقة قوي مش 0.1 اللي هو 100 ملل، 110 ملل. يبقى تاني، الرئة لوحدها تشيست وول لوحده 0.2، انما الرئه والتشيست وول 0.1 يعني الواحد 2 والاثنين 1. الرئه لوحدها اوعى تنساها، الرئه لوحدها 0.2 لتر لكل سنتيمتر ووتر بريشر، انما الرئه والتشيست وول 0.1 لتر لكل سنتيمتر ووتر بريشر اللي هي 110 ملل. ووتر بريشر. طيب نكمل، نيجي بقى الامراض يا اولاد. شوف حكايه الامراض، هنا الاول ناخد الاستاتيك كومبلاينس نفس الطريقه. الكومبلاينس عاوز يتوسع، الريكويل عاوز يضيق. الريكويل ده سببه حاجتين، السيلف تنشن 2/3 والالاستيستي، دي قلناها قبل كده. يبقى امتى الاستاتيك كومبلاينس تزيد؟ لو قللت ريكويل، يعني قللت الالاستيستي او قللت السيلف تنشن، دي قلناها الحته دي قبل كده للمره ال 12. السيلف تنشن بيبقى اقل في اثناء الاكسبيريشن اللي هو الديفليشن كيرف. ليه؟ لان في الاكسبيريشن الرئه بتصغر جملة أولى، وعليه تركيز السيرفاكتانت يزيد جملة تانية، وده بيضعف السيرف تنشن، وعليه السيرف تنشن يقل جملة تالتة، وعليه الكومبلاينس يزيد. أو لو مفيش خالص سيرف تنشن، مفيش مواجهة ما بين الهواء والفلويد، لأن أنت زي في القطة مليت الرئة كلها سلاين فيلد لانج. طب تاني حاجة بتعوق ان الرئه توسع اللي هي الاستيستي، الاستيستي عاوزها تصغر والكومبلاينس عاوز يوسع، يبقى لو قلت الاستيستي الكومبلاينس تزيد، وهذا يحدث. قلنا في الاولد ايج دول اشهر سؤالين عشان كده حطهم لك باللون الاصفر، في الاولد ايج او في الانفيزيما تبقى عارفها. طيب بالعكس، ايه بقى اللي بينقص الاستاتيك كومبلاينس؟ انه نعكسها، السيرفيس تنشن يزيد، ان مفيش سيرفكتنت. في 7 امراض يا اولاد هناخدهم في ريسبيريشن، اشهرهم
اللي هو اسمه respiratory distress syndrome، مرض صعوبة النفس. respiratory distress يعني صعوبة syndrome، اللي هو مرض بيتولد فيه الأطفال غير مكتمل النمو، اللي هم أولاد 7 أشهر فقط، ما يحصلش غير في الأولاد البريماتيور اللي هم أولاد 7 أشهر. بعضهم يتولد من غير سيلف اكتن، اللي هو بيضعف السيلف تنشن، فالسيلف تنشن يبقى قوي جدا فالكومبلانس تقل. انما في 6 أسباب اخرى بتقلل السيلف اكتن، ده اهمهم الريسبيراتوري ستريس سندروم. او بالعكس الالاستيستي بتاعت الرئه خلاص. طيب احنا ايه نعكس كده عشان ما فيش حاجه تقع تاني. او الالاستيستي بتاعت الرئه تزيد يا ولاد. تعال نشوف زي ايه بقى اشهر سبب ان يبقى اللنج عامله زي الثيك بالون. عارف البالونه اللي هي الجدار بتاعها تخين قوي، زي مثلا لو جبت ايه الداخلي بتاع كره قدم. زمان كان عندنا في حاجه اسمها داخلي، تلاقي البالونه بتاعتها جامده قوي عشان ما تعرفش تنفخها ببقك، لازم عاوزه مجهود، عاوزه منفاخ. فالرئه لو حصل فيها فايبروزيس بالمونري فايبروزيس، اي مرض يؤدي الى فايبروزيس بالمونري فايبروزيس او كونجيشن احتقان الرئه بالدم او اديمه خلاص. يعني ثواني بس نعدل الامور احسن شويه، بس نيجي كده احسن، بس كده ما عشان مش يحصل حاجات الغريبه دي. يبقى بالمونري فايبروزيس ده اشهر سبب، او كونجيشن احتقان الرئه بالدم، او اديما يعني يبقى الالفيولاي الحويصلات الهوائيه جواها في ميه سموها بالمونري، ودي حاله مميته. هنا اللنج بيحصل فيها ستيفنس، بتبقى ناشفه زي الثيك بالون، وبالتالي صعب جدا انك انت توسعها. زي ما اقول لك، زي ما تجيب الداخلي بتاع كره القدم وتحاول تنفخه ببقك، صعب جدا، عاوز ضغط جامد قوي، منفاخ حاجه كهربائيه عشان خاطر تنفخه. فده الحاله الثانيه. او تشيست ديزيزز بقى، ان نفس انك مش عارف تفرد الرئه ليه، مش العيب في الرئه، العيب في القفص الصدري. ان واحد عنده اوبيستي يعني تخمه، او ارثرايتس التهاب في الجوينتس بتاعت التشست، او كيفوزس اللي هو التحدب. عارف الشخص اللي هو بيبقى يعني عنده تحدب، يعني اللي هو بيبقى ممايل قدام كده يسموه تحدب، او لما يمايل لجنب يسموه سكليوزس. كل ده بيعوق انتفاخ الرئه. يعني عيب في اللنج او عيب في التشست وول. عيب في اللنج قلنا حاجه من اتنين، يا اما ما فيهاش سيرفكتنت زي الريسبيراتوري ستريس سندروم، او نفس الرئه ناشفه قوي زي اشهر مرض فايبروزيس ثم فايبروزيس ثم فايبروزيس، او كونجيشن احتقان، او اديما يعني في ميه جوه الرئه، بتبقى زي ثيك بالون صعب جدا توسعها. او العيب بقى مش في الرئه، احنا ما بنوسعش الرئه بس، بنوسع التشست كيج القفص الصدري. في اوبيستي الناس التخان ما يعرفش ياخد نفسه كويس، او في ارثرايتس التهاب في الجوينتس، او في كايفوزيس يعني تحدب زي اللي عنده اتب ده بيبقى يسموه كايفوزيس، او اللي بالمايل كده الجنب يسموه سكوليوزيس. طيب ايه بقى اللي نقص الدايناميك كومبلاينس؟ نفس الاسباب دي، زائد احنا قلنا ان احنا في الديناميك بناخد النفس ما بنوقفش، يبقى في هواء داخل، في مقاومه لهذا الهواء الداخل، في ريزيستنس لهذا الاير. فلو العيان عنده ضيق في الشعب برونكال اثما الربو الشعبي، او رابيد بريدنج، يعني ليه رابيد بريدنج بيصعب النفس؟ لان في نفس الشعب الهوائيه بتدخل حجم اكبر، بتنفس اسرع فبتدخل حجم اكبر فالمقاومه اكتر. يبقى في الديناميك كومبلاينس نفس الاسباب اللي قلناها كلها، زائد زيادة الريزيستنس تو اير فلو بسبب برونكال اثما او الرابيد بريدنج. طيب ناخد
معلش انت بقسم بقى المحاضرة زي ما انت عاوز بس انا هقولها على بعض. Work of breathing. Work of breathing. During quiet normal breathing. في النفس الهادي اللي بتتنفسه حضرتك كنت قاعد تسمعني دلوقتي. وده يسموه ايوبنيا وهي كلمه من شقين ايو ايو معناها نورمال لما تقراها في اي حته في الطب ايو ايو معناها نورمال بينيا يعني بريذنج فايوبنيا نورمال بريذنج يعني انت بتنفس دلوقتي عادي وانت قاعد بتسمعني بتبذل مجهود فقط ده سؤال مهم جدا في الام اس كيو في الانسبريشن في الشهيق بس يعني زي ما بقولها بطريقه طفوليه يا اولاد انا عشان انفخ البالونه وعاوز مجهود وانس توقفت عن النفخ الطاقه المختزنه في الالاستيك اليمنتس لو سبت توقفت عن النفخ هي لوحدها بتفضى يبقى حتى في البالونه انا ببذل مجهود في توسيعها الانفليشن اوقف النفخ الطاقه اللي اختزنت في الالاستيك اليمنتس بتعمل اكسبيريشن فدي نقطه مهمه في الام اس كيو يبقى في النفس الطبيعي المجهود بس في الانسبريشن ليه بقول في الطبيعي للاوائل لان ممكن الاير انسترومنتس عارف بقى اللي بيزمر في 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 حاجات زي كده ده بيبذل مجهود كمان في الاكسبيريشن فانا بقول النفس الطبيعي بنبذل مجهود في الانسبريشن اكسبيريشن لوحده مجهود في الانسبريشن اكسبيريشن لوحده المجهود ده مين اللي بيبذله ساتوري ماس دي تاني نقطه في الام اس كيو مين اللي محتاج طاقة؟ عضلات التنفس. بنبذل مجهود في 3 components. النقطة الثالثة. معظم المجهود بيروح في حاجة اسمها compliance أو elastic work. يعني عاوز أوسع الرئة وعاوز أتغلب على الإلاستيستي. ده يمثل 65% من مجهود النفس. compliance أو elastic work. to stretch عشان اوسع رئه الالاستيك تيشو بتاع اللانجز والتشست وول طب وده يتحسب ازاي دي صعبه بيقول لك بنضرب البريشر في الفوليوم اللي هو يسموه كومبلاينس وورك ليه تعال نفكر عشان دي برضو بقولها للزملاء الاصغر سنا لان ما بيعرفوش جاي منين فانا هقولها لهم فهموها كويس حضرتك عشان توسع رئه هتبذل مجهود اكتر في حالتين خد معايا الجملة الأولى لو عاوز تاخد فوليوم أكتر أو لو اضطريت تعمل بريشر أعلى عشان توسع رئة يبقى في حالتين الكومبلاينس ورك يزيد لو زاد الفوليوم أو لو زاد البريشر طب ليه الكومبلاينس ورك هو البريشر في الفوليوم تعال نفرق الورك العادي انسى الطب مفيش طب يا ولاد تعال أعلمك سهلة جدا انا عاوز ارفع الثقل ده اللي هو مثلا 10 جرام لمسافه 20 سنتي احسب الورك المبذول بنضرب الوزن في المسافه الوزن في المسافه خدناها في اعدادي كل ما تشيل وزن اكبر هتبذل مجهود اكتر كل ما ترفعه مسافه اكتر هتبذل مجهود اكتر يبقى النورمال ورك في الحياه ملوش دعوه بالكومبلاينس يساوي ايه في الاعداد يساوي الوزن بالجرامات في المسافه اللي هرفع فيها الجسم بالسنتي طب ما تيجي نشوف البريشر فوليوم ليه حاصل ضرب البريشر في الفوليوم يساوي الورك تعال نبص هو البريشر بيتقاس ازاي يا اولاد الطالب فاهم بقول بريشر مقداره كذا جرام على مسطح كذا يبقى البريشر بيتقاس ثقل على مسطح سكوير يبقى جرام على سنتيمتر مربع طب والفوليوم بيتقاس ازاي؟ بيتقاس سنتيمتر مكعب باور 3 طب لما تضرب البريشر اللي هو وزن معين تملي كيف نعبر عن الـ عن البريشر يعني لما باجي انسى 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 الفسيولوجي اما اقول البلاطه دي تحتمل ضغط قد ايه؟ ما ينفعش تقول لي تحتمل ضغط 100 كيلو لازم تقول لي ثقل قد ايه على مسطح قد ايه؟ ده كيف يعبر عن البريشر؟ ثقل لازم على مسطح ما اقولش تحتمل ثقل 100 كيلو جرام واسكت 100 كيلو جرام على ايه على السكوير فوت على السكوير متر يبقى لازم ثقل على مسطح يبقى جرام على سنت المسطح بيبقى
بار 2 يبقى جرام على سنتيمتر مربع. طيب بينما الفوليوم بيبقى سنتيمتر مكعب طول عمره لانه فيه 3 ابعاد. اما اضرب جرام على سنتيمتر مربع في سنتيمتر مكعب يعني هنا 2 مع 3 يبقى سنتيمتر صح؟ يبقى هي جرام في سنتيمتر يبقى هي نفسها الورك. ده منين بقى حاصل ضرب الفوليوم في البريشر والكومبلاينس ورك بيديني الورك؟ سهل قوي، انا قلتها للزملاء الاصغر سنة. قبل ما وسع رئه قلت فيه مجهود وبعد ما وسع فيه مجهود. قبل ما وسع لازم اتغلب على التيشو ريزيستنس، ان في ماسل وفي جوينتس لازم اتغلب على الفيسكوستي بتاعت التيشوز ده يمثل 7%. طب وبعد ما وسع رئه في مجهود تاني، ان انا وسعت رئه الهواء هيدخل وهو داخل في اير واي ريزيستنس وورك. اير واي ريزيستنس وورك يبقى ده الثري كومبوننتس تو الورك، اهمهم الكومبلاينس او الالاستيك وورك 65%. وعرفنا ازاي بنحسبه. قبل ما اوسع رئه ما كومبلاينس عاوز اوسع، قبل ما اوسع لازم اتغلب على التيشو ريزيستنس، وبعد ما اوسع لازم اتغلب على مقاومه الهواء في الاير واي. اير واي ريزيستنس دي 7% دي 28%. نوتس كل واحده فيها ام اس كيو. لسه قايل لك ان الكومبلاينس وورك لما بتوسع بيبقى ستورد في الاستريتش الالاستيك اليمنتس ليعاد استخدامه ديورينج اكسبيريشن، عشان كده احنا بنبذل مجهود فقط في الانسبيريشن، وجزء من طاقه الانسبيريشن بيختزل في الالاستيك اليمنتس من غير اي مجهود بقى بيطلع الهواء. يبقى الكومبلاينس وورك اللي بيوسع بيختزم في الالاستيك اليمنتس ليعاد استخدامه في الاكسبيريشن، انما الاير واي ريزيستنس والتيشو ريزيستنس ده لاست، ده لا يعاد اختزانه، لا يمكن اعاده استخدامه، بيفقد صوره حراره. ما انا فاهم ان الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من عدم، يبقى اللي بينتفع بيه هو الكومبلاينس وورك. ثانك جاد، شوف عظمه ربنا ان 65% من الطاقه بتختزل ليعاد استخدامها، اللي بنفقده بس 27. اللي جاي اصعب يا اولاد. لما اسالك تفتكر انك توسع الرئه والتشيست وول مع بعض اصعب ولا لو كانت الرئه بدون تشيست وول؟ الطالب العادي يقول لك طبعا هوسع حاجتين هيعمل مجهود اكتر، تو انفليت اللانج اند تشيست وول هياخد مجهود اكتر من اللانج لوحدها، وهي اجابه منطقيه لكنها خاطئه يا اولاد، ودي واحد من اصعب الاسئله في الام اس كيو. ليس انرجي، صدق او تصدق او لا تصدق، is needed to inflate lungs and chest wall. lung and chest wall less energy عن lungs لوحدها. طالب قال لي فاهمنا. اولا عايز افهمك قبل ما اشرح الميكانيزم دي، تؤكد انه وراء الخلق خالق. هو ربنا عاوزنا يعني نتعب ولا يشرح لنا صدرنا؟ يعني حط chest wall مع lung عشان يتعبنا زيادة ولا عشان نرتاح؟ عشان نرتاح. يبقى lung مع chest wall اسهل من لو كانت الرئة لوحدها. طالب قال لي طيب انت قلت لي في ربنا عشان كده اسهل، بس اشرحها لي ليه؟ فقط مع العبد لله. احنا عايزين نوسع الرئه بالالاستيستي، الرئه مش التشيست وول، بالالاستيستي عايزها تصغر. ايه رايك بقى ان التشيست وول الالاستيستي بتاعته مش زي الرئه، مش عاوزه تصغر عاوزه توسع، فعشان كده بتساعد الرئه مش ورك مضاف. قال لي طب ليه؟ كل شرح طفول يا اولاد، هات قلم جاف اللي هو الغالي ده، ما اقصديش انا كل الاقلام اللي قصادي رخيصه. جواه في سوسته. واحد قال لي هو في الاستيك اليمنت بيوسع؟ امسك السوسته اللي جوه القلم الجاف بالخيال واضغط عليها. لو سبتها بالالاستيستي عاوزه تكبر ولا تصغر؟ عاوزه تكبر. يبقى اللنج الالاستيك اليمنت اللي جوه الرئه بيبقى لينير، لو سبتها عاوزه تصغر، لو سبتها عاوزه تصغر. انما الالاستيك اليمنت اللي في التشيست وول، شوف العظمه اللي هي ربنا عاملها في صوره ايه، سبايرال زي سوسه قلم الجاف، لو سبتها عاوزه تكبر. فعشان كده حقيقه الامر ان التشيست وول، التشيست وول الالاستيك اليمنت اللي فيه سبايرال عاوزه اكسباند تكبر، فبيساعد الاكسبانشن بتاع اللنج مش بيعقها، مش مجهود مضاف.
انك توسع الرئة والتشستول اسهل انك توسع الرئة الواحدة. سبحان الله. اسئلة امس كيو بقولها للزملاء الاصغر سنا عشان يعرفوا حتى ازاي تتشرح. التوتال انرجي during quiet breathing، احنا قلنا بنحسب وزن في مسافة، فبتبقى 3.8 كيلو جرام لكل متر، يبقى دي وزنه 3.8 كيلو. كأنك بالضبط الورك بتاع البريدينج، يعني شوف بيشبهها لك كأنك في كل نفس، في كل دقيقة اسف بير مينيت، ما هو في الدقيقة في حوالي 10-12 نفس، النفس بيبذل مجهود كأنك رفعت ثقل مقداره 3.8 to 8.1 كيلو جرام لمسافة متر كل دقيقة. شوف العظمة اللي هي، والنفس شغال all through life، كل دقيقة النفس بيبذل مجهود كأنك رفعت من 3.1 to 8.1 كيلو جرام لمسافة متر. طب لو عملت اكسرسايز هتنفس أسرع وأعمق، أسرع وأعمق، يبقى هتبذل مجهود أكتر، أكتر بكثير، ومع ذلك المجهود اللي بيضيع في النفس يمثل 3% من التوتال انرجي اللي بيبذلها البادي during exercise. لان طبعا في الاكسرسايز انت بتجري، السكيليتال ماسل وعضله القلب كل ده بيبذل مجهود، وعضلات التنفس، عضلات التنفس بتبذل، بتاخد 3% من الطاقه المبذوله في الجسم في الاكسرسايز. انما هنا من غير اكسرسايز كده الورك بتاع النفس في الدقيقه، دي قلنا في 10-12 نفس يماثل رفع ثقل. عاوزك تحب الارقام تعيشها، انا مش بقولها بنحفظها، الواحد يقعد يا خبر، يعني الواحد بيتنفس، شوف اليوم 24 ساعة والساعة فيها 60 دقيقة، كل دقيقة كأنك بتحمل ثقل 3.8 كيلو لمسافة متر. وانت ما نقولك هات لي كوباية شاي، هات لي لسه هروح واجيب، يا اخي ده ربنا مؤهلك النفس، النفس 3.8 كيلو لمسافة متر كل دقيقة. سبحان الله، سبحان الله. طيب work of breathing is increased، امتى work of breathing يزيد؟ ودي حاجة وحشة، انا مش عاوز ابذل مجهود رهيب. لو قال لك compliance، قل وارجع بقى الليستة بتاعت نقص compliance، قلنا compliance هيقل لو السيرف تنشن عالي، ما فيش سيرفكتنت، او لو الرئه الالاستيستي جامده قوي، انها زي الثيك بالون، في فايبروزس، في بالمونري كونجشن، احتقان في الرئه، الشعيرات الدمويه بتاعت الرئه محتقنه بالدم، القلع منها لو الميه اللي جوه الدم دخلت في الالفيولاي، يسموها بالمونري اديم، يبقى نقص كومبلاينس هيخليك الرئه الكومبلاينس عاوزه توسع، القوه اللي بتوسع قلت، يبقى هتبذل مجهود اكتر. او طبعا يا اولاد احنا قلنا بعد موسعه الرئه الهواء لازم يدخل في الشعب، وفي مقاومه احتكاك فريكشن ريزيستنس، يبقى لو عندك برونكو كونستريكشن، ضيق في الشعب، وده في مرضين مشهورين بيضايقوا الشعب يا اولاد، مرض حاد اللي هو الربو الشعبي اللي هو البرونكال اثما، برونكال اثما، او مرض كرونيك مزمن اللي هو الانفيزيما، مرض اتساع الرئة. حتى العيان بيبقى لو خدت كروس سيكشن في العيان، انت متخيل لو خدت قطاع عرضي فينا نبقى احنا شكلنا زي الشمامة كده، يعني لو خدت قطاع عرضي فيها شمامة، العيان اللي بيدخن سجاير لو خدت قطاع عرضي فيه يبقى زي البرميل، يعني تشيسته طالع لقدام من ورا زي باريل شيبت بسبب السجاير، حتى يسموها يعني كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديس اوردر، COPD، هتعرفوها هنا لما اللي يشتغلوا فيكم في امريكا، اشهر سبب ليها شرب السجاير، طلع ايرتان، تشغل ليوكوسايتس، تدستروي الاستيستي بتاعت اللون. الكومبلاينس عاليه بس المجهود اكتر لسببين، حاجه خاصه بالكومبلاينس، وزي ما قلت لكم ان بيبقى فيه انسداد في الشعر، ده الكومبلاينس بتاعت اللانجز، وهي اللي خدت وقت طويل قوي قوي يا اولاد. ولا تنسى خدناها ان فيترو بره الجسم، وان فيفو داخل الجسم، وان فيفو داخل الجسم خدنا اللنج لوحدها، وخدنا اللنج مع التشستول، واللنج لوحدها خدنا ستاتيك لما تعملها ان ستيبس وتستوب، او دايناميك لما تعملها كونتينوس. تعالى بقى الباقي هنقوله ده في عجاله مش هياخد مده تذكر،
ناخد الكومبلاينس بتاعت الهارت بقى. الناس اللي هي قلنا الهارت بيتسع عشان يستقبل الدم عشان خاطر يضخه. شيء جميل. كومبلاينس اوف فنتريكل اوف هارت، احنا بنرمز للكومبلاينس بحرف سي. انا نحط القاعده العامه، فاكر القاعده العامه احنا قلنا اتلو فوليوم بيبقى الكومبلاينس عالي ولا واطي؟ اوعى تنساها. اتلو فوليوم اوف بلاد فير از هاي كومبلاينس، يعني الهارت كان اكوموديت بلاد ايزلي، انما ات هاي فوليوم اوف بلاد فير از لو كومبلاينس. قلت لكم ليه يا اولاد؟ زي قلت الشنطه الباك باج، في الاول الفوليوم بقى صغير ممكن تحط اللي انت عاوزه والبريشر ما يعلاش، فالريشيو تبقى هايله كومبلاينس عالي. لكن اتهاير فوليوم بقى لو الهارت عاوز تدخل فيه دم اكتر، زي الشنطه الباك باج اللي هي عاوز تدخل فيها اكتر، البريشر يزيد جدا والكومبلاينس يقل. كلام في الام اس كيو سهل سهل، تتملي. افتكر لما اقول لك كومبلاينس اتلوور فوليوم اتهاير فوليوم هتفتكر ايه؟ الباك باج في الاول ممكن احط فيها كتير والضغط ما يزيدش، اخر كتابين قميصين يفرقعوها، فده الهارت. طب ايه بقى اللي ينقص الهارت كومبلاينس؟ نفس الفكره، فكر ايه اللي يخليها ما تتسعش؟ تعالى فاهمك. اولا decreased compliance هيؤدي الى decreased ability to expand and accommodate blood. الهارت ادينا ارسم لك الفنتريكل اهو، جدار البطين مصنوع من ثلاث طبقات. الطبقه الداخليه يسموها اندوكارديوم، اندو يعني جوه، اندو جوه زي اند، اندوكارديوم. جدار العضله نفسه يسموها مايو، مايو يعني عضله، مايوكارديوم. وبعدين متغطيه بكيس خارجي من فايبر تيشو اسمه بيري، بيري يعني حول بيريكارديوم. يبقى كارديوم يعني قلب، اندو جوه، مايو يعني عضله، بيري يعني حوله، بيريكارديوم اللي هو الغشاء التموري. مش عاوز افهم. يبقى امتى الهارت ما يقدرش يتسع ويشيل الدم الواجب؟ لو الجدار بقى اتساعه صعب. لو حصل هايبرتروفي اوف ذا فنتيكل، تضخم في عضله القلب في اللون الاسود. هايبرتروفي يعني تضخم في عضله القلب، تخدت. او لو حصل ثيكنينج زي قلنا الثيك بالون في البيريكارديوم في الغشاء التاموري. ادي الحاجتين اللي هما بيبوظوا الكومبلاينس على الهارت، هايبرتروفي اوف ذا فنتيكل او ثيكنينج اوف بيريكارديوم. سؤال صعب جدا هنا بقى. يقول لك ايه هنا يا اولاد؟ ان البريشر فوليوم كيرف شيفتس اب اند تو ذا ليفت، لما الكومبلاينس تقل الكيرف هيبقى شيفتس اب اند تو ذا ليفت. لو ما قلتهاش برضو، وكثير من الزملاء الاصغر سنا مش واخدين بالهم، ياخدوا بالهم معايا. احنا في الكومبلاينس على اللانج كنا بنمثل الفوليوم على الراسي والبريشر على المحور الافقي، ده اللي كنا بنعمله. هنلاقي كل حاجه ما تقلقش، بس it takes some time. في الكومبلاينس بتاع اللانج كنا بنمثل، خد بالك، الفوليوم كان بيبقى على الراسي والبريشر على الافقي. الكومبلاينس بتاع الباقي كله بقى، هارت، بلاد فيسلز، يورينا بلادر، ستومك، بنمثل العكس، البريشر على الراسي والفوليوم على الافقي. وعشان كده خد بالك، يبقى اما تبقى الحاجه مور كومبلاينت يعني تاخد فوليوم كبير، لان الفوليوم هنا دلوقتي على الافقي بتغير صغير في البريشر، يبقى ليس سلوب. تصور ليه؟ لانك عكست طريقه التعبير. عاوز طالب بيفكر مش صمام. لما تعكس فقط في الرئه، فقط في الريسبريشن، بنمثل الفوليوم على الراسي والبريشر على الافقي، في الباقي كله بنمثل بريشر على الراسي والفوليوم على الافقي. طب يعني ايه حاجه هاي كومبلاينت؟ يعني ممكن احط فيها حجم كبير، اهو حجم كبير امشي معاه بليزر، بتغير صغير في البريشر. طب هنا ليه سلوب؟ وعليه بالعكس، لما الكومبلاينس تقل، الكومبلاينس تقل يبقى هاخد فوليوم صغير بتغير كبير في البريشر، اللي هو زي الخط الايه الاحمر. فالكيرف يبقى شيفتد اب، اهي اب طلع لفوق، وناحيه انهي ايد بقى؟ ناحيه الليفت،
up and to the left. ليه؟ لأنه ده عكس الرئة. الهارت blood vessel urinary bladder stomach بيتم تمثيل pressure against the volume. فبالعكس هنا more slope يبقى less compliance. عكس الرئة. أو هجيبها لنا بطريقة تاني بدل more slope عشان ما يلخبطكش. فغيروا تعبير مور سلوب ده لحسن تتلخبط معناك فسموها ذا كيرف الشيفتد اب لفوق اند تو ذا ليفت. ده كان الكومبلاينس بتاع الفنتريك. شوف ما خدش وقت اهو. نيجي الكومبلاينس على الارتس نفس الكلام يا ولاد. كلمتين نفس القواعد. كومبلاينس اوف لارج ارتس زي الاورتا يا ولاد. لارج ارتيريال وول الشرايين الكبيره فيها elastic fibers وفيها stiff collagen fibers. elastic fibers وstiff collagen fibers برضو at a low volume زي الباك باك بيبقى high compliance. سببها ان انت بتعمل stretch في الelastic fiber لسه ما تشددش الاخر. at a higher volume بقى لما تحاول تحط كمية زيادة بقى وبلد في low compliance. نفس القاعدة هي فوق في الهارت هي تاني في أرتس. ليه؟ لأنك ما تحط هاير فوليوم بقى حضرتك لازم تشد اللي ما بيتشدش اللي هو الكولاجين فايبرز. يبقى في ديفيكالتي ان ستريتشنج ذا كولاجين فايبر. يبقى في الاول كان سهل انك توسع تشد الالاستيك فايبرز انما بعد كده بقى كولاجين فايبر. ده الأرتس. ناخد التالت الفينز. شوف كل واحده بقى تاخد كلمتين. نفس القصه اللارج فينز هاف وايد لومن. هذه أول ميزة يعني عندها resting volume بتاعها عالي. هنشوف دي قيمتها ايه. وعندها poor in elastic fibers. الحمد لله الelastic fiber عاوزة تصغر احنا عاوزين نوسع. يبقى ميزتين خلتني ممكن احط دم كتير في الفينز مقارنة بالارتس. ايه الميزة الاولى؟ ان عندها wide lumen يعني resting volume قبل ما نعمل هي بالاول زي شنطة واسعة بالاول من غير شد من غير حاجة تقدر تحطه اكتر. وبعدين ما عندهاش إلاستيك فايبر قوية تعكسك poor إلاستيك فايبر. وطبق نفس القاعدة at a low volumes there is high compliance at a higher volume there is low compliance. كتبت لك حتى vice versa. الجملة بقى اللي جاية مهمة جدا في الـ MSQ. الـ veins of systemic circulation الـ compliance بتاعها قد الـ arteries كم مرة؟ عاوزها كلمة سهلة 20. الأصح 24 times the arterial compliance. يا نهار ابيض. يعني الفينز بتاعه السيستميك سيركيليشن كومبلاينس بتاعتها مش مرتين مش ثلاثه 20 20 20 ل 24 مره قد الارتس. تعال بقى نشوف الكومبلاينس حسبوها ازاي. 24 كومبلاينس بتساوي الديستنسبيليتي اللي هي قابليه الاتساع ما هي مقياس للديستنسبيليتي في الريستنج فوليوم. انا ممكن احط دم كتير في الفينز لو كان اوريدي الفوليوم بتاعها اكتر. طب ايه رايك بقى ان الفينز الريستنج فوليوم بتاعها 3 مرات قد الارتس وقابليه الاتساع ديستنسبيلتي 8 مرات وعليه يبقى الكومبلاينس بتاع الفينز 8 في 3 تساوي 24. فهمت جت ازاي؟ هي من الاول اوسع 3 مرات وما فيهاش إلاستيك فايبر يبقى سهل توسعها الديستنسبيلتي 8 مرات. يبقى الفينز 24 مرة قد الأرتس. طيب ممكن بقى في الـ MSQ يغلس عليك يقول لك طب بص الكومبلاينس تساوي ديستنسبيلتي في ريستنج فوليوم يبقى الديستنسبيلتي تساوي ايه؟ هتعكسها بقى يبقى الكومبلاينس دي هتيجي مقسومة على الريستنج فوليوم. 24 تساوي 8 في 3 تبقى 8 تساوي ايه؟ 24 على 3. اظن ده عيب اشرح يعني عيب قوي. الكومبلاينس ديستنسبيلتي في ريستنج فوليوم يبقى الديستنسبيلتي كومبلاينس على ريستنج فوليوم. بسبب ان الفينز 20 ل 24 مره قابله للاتساع قد الارتس اسئله مشكله مهمه جدا. ف 60% من البلاد فوليوم في جسمك لو وقفنا السيركوليشن هلاقي 60% من البلاد فوليوم في جسمك موجود at any given moment في الفينز. يعني حوالي 2/3 البلاد فوليوم في الفينز. سؤال MSQ 60% ثلثين الدم موجود في الفينز لان الكومبلاينس بتاع قد الارتز 20 ل 24 مره.
بسبب انها 3 مرات ريستنج فوليوم و8 مرات الديستنسبيليتي. طب ايه الفاكتورز افكتنج كومبلاينس اوف بلاد فيسلز عامه؟ نيرفس هرمونال واثيروسكلروتيك نيرفس. الجهاز السيمباثيتك نيرفس سيستم ده بيضيع الشعب، بيعمل فازو كونستريكشن، يعني خلى الريستنج فوليوم اوريدي قليل، يبقى هيقلل الكومبلاينس. سيمباثيتك خلاص. هرمونال، الهرمونز اللي بتعمل فازو كونستريكشن زي النور ادرينالين برضه هتقلل الكومبلاينس، اند فايس فيرس، الهرمونز اللي تعمل فازو دايليتيشن توسع الاوعيه تخليها تشيل دم اكتر تزود الكومبلاينس. اثيروسكليروزيس تصلب الشرايين، اثيرو سكليروزيس او ارتيروسكليروزيس، سكليروزيس يعني تصلب في اللغه، كلمه سكليروزيس يعني تصلب، بدليل السكليرة في العين معناها الصلبة. سبب مرض الاثيروسكليروزيس ترسب ديبوزيشن اوف كوليسترول، تخيل بقى الفيسل بقى ناشف مليان كوليسترول فيه صلب، يبقى غير قابل للاتساع، يبقى الفيسل وول حصل ديستراكشن للفايبرز فيه، وبالتالي بقى زي البالونه اللي هي ثيك وول، فده بيقلل الكومبلاينس. طيب في حاجه مهمه قوي بقى هنا يا اولاد اسمها delayed compliance أو stress relaxation. الأول أشرح لكم إحنا عاوزين نقول إيه عشان ما تعقدش، تحب المعلومات يا ولدي. من رائع الخلق والخالق إن الأوعية الدموية ممكن تأدجست الكاباسيتي، السعة، لتناسب التغير في حجم الدم. يعني الوعاء بيغير من سعته، لو حجم الدم زاد يوسع عشان الضغط ما يزيدش قوي، لو نزفته حجم الدم قل الوعاء الدمه يصغر عشان الضغط ما ينهارش. هو ده delayed compliance، الطوعية المؤجلة، ان الأوعية تقدر تغير من سعتها لتتناسب مع التغير الحاد في حجم الدم حتى لا يحدث تغير ضخم في الضغط بداخلها. يبقى انت كده هتبتدي الموضوع انت فاهمه، وده يثبت انه وراء الخلق خالق قوة عاقلة نسميها الله. دي مش مواسير صلبة غير عاقلة غشيمة، ده قوة فيها عقل. سعة الأوعية تتغير، عندها مقدرة تغير روحها لتناسب التغيرات في حجم الدم عشان تمنع الانخفاضات أو الارتفاعات الغير مسبوقة في الضغط. الضغط يبقى في كمية معينة، تعال بقى نشوف. رائع. يبقى ما هي delayed compliance أو يسموها stress relaxation of vessels؟ It is the ability of the vessel to change its، كلمة مهمة، الفيسل يقدر يغير إيه؟ capacity، السعة. إمتى؟ with sudden change in blood volume، لما حجم الدم يتغير. ليه؟ to prevent marked change in pressure، بيغير الكاباسيتي ليوائم حجم الدم حتى لا يحدث تغير كبير في البريشر. طيب عملنا تجربه سهله جدا، جبنا حته من فين، تصور هي يعني مش جوه، بره الجسم خالص، عشان نشوف الخاصيه دي موجوده في الفين نفسه، ملهاش دعوه بالكنترول نيرفس او هرمونال. فخدنا سمول سيجمنت اوف افين وقفلناها من الناحيتين، اكلودد فروم بوث سايدز. وبعدين تعالى اتفرج بقى، لو حقنت فيها كميه دم، يعني زودت حجم الدم، المفروض الضغط يزيد. لا، اتفرج. فيرست في ماركت انكريز ان بلاد بريشر. في الاول هتلاقي البلاد بريشر جوه الفين زاد من 5 مليمتر ميركوري الى 12 مليمتر ميركوري. افتر فيو مينتس، بعد عده دقائق، السيجمنت دي هتتسع، فتلاقي الضغط بدل ما بقى 12 هينزل الى 9. يعني بدل ما يحدث ارتفاع ضخم في الضغط بسبب زيادة حجم الدم جواها من 5 ل 12، after few minutes، بعد بضع دقائق اتسعت فنزلت الضغط الى 9. والعكس صار، لو سحبت كمية الدم اللي خدتها طبعا هي خلاص هي اتسعت، فهينهار الضغط لتحت 5، after few minutes يرجع تاني لخمسة. شيء رائع. يبقى لانه بيحدث after minutes، بعد دقائق،
عشان كده سموها delayed compliance, delayed أو stress relaxation. ميكانيزم إزاي بتحصل هنشوفها دلوقتي حالا في آخر رسمة. rearrangement of muscle wall cross bridges, ظاهرة اسمها plasticity. نرجئها شوية إن المسل ممكن الحاجات الكروس بريدجز اللي بتمسك المايسن بالاكتين تغير من مواقعها عشان تغير من السعة بتاعت البلود فيسل. هنشوفها عاملها رسمة بس عشان نخلصها الأول. زي ما الكاباسيتي بتاعت الفينز أعلى من الأرت 24 مرة, الديليد كومبلاينس, مش الكومبلاينس ليه سموها ديليد عشان بتحصل بعد مينتس, برضو في الفينز أعلى منها في الأرت. السؤال ام اس كيو, طب وإيه الايم؟ الايم تو فهمتو to keep as much as possible normal blood pressure, الاحتفاظ ما امكن بالضغط اقرب ما يمكن للطبيعي, in response to change in blood volume, في استجابه لتغير blood volume. يعني شيء رائع يا اولاد, شيء رائع. ومره اخرى شوف الكيرفات بتاعه الفين والارتي والهارت بيمثل بالعكس عكس اللانج, البريشر against الفوليوم. فات لوور فوليوم بيبقى فيه هاي كومبلاينس, ممكن تحط دم كتير والتغير في البريشر قليل. اتغير فوليوم, زياده تضفيفه في الفوليوم زودت البريشر جامد. يعني هنا بقى المور ستيبر يبقى لو كومبلاينس, ليس ستيب يبقى مور كومبلاينس. يبقى ده سؤال الديليت كومبلاينس. يبقى لو جاب لك الكومبلاينس اوف فينز حضرتك هتكتب حاجتين, الكومبلاينس والاوائل والديليت كومبلاينس. باي ديفينيشن هي الابيليتي ان الفيسلز تو تشينج الكاباسيتي. امتى؟ لما يحصل سادن تشينج بلاد فوليوم. ليه؟ تو بريفنت ماركت تشينج ان بريشر. في الاول لما بيحصل تغير في البلاد فوليوم زودت الفوليوم بيحصل ماركت انكريز ان بلاد بريشر, افتر مينتس الكاباسيتي بتتغير فالبريشر يبقى مور اور ليس يرجع ناحيه النورمال, وبسبب ظاهره اسمها بلاستيستي اللي هو rearrangement of cross bridges. النقطة الرابعة more in veins than in arteries, والaim ان احنا to keep it as much as possible normal blood pressure in response to change in blood volume. طيب نيجي للصفحة الأخيرة اللي هي compliance of urinary bladder and stomach. مثلا البوليه, ما احنا قلنا الكومبلاينس يطبق على اي distensible organ اي compliance of urinary bladder. هنعمل ريليشن ما بين اليورين فوليوم والميكال بريشر. اهي تعال نشوفها على طول كده. خد بالك بقى معايا برضو مرة أخرى, لاحظ إن إحنا بنمثل فوليوم عكس الرئة هنا على الأفقي, والبريشر جوه البلادر انترافيزيكال بريشر على الرأسي. هنمر بثلاث مراحل. أول مرحلة مش مهمة قوي, يعني أما يتجمع 50 سنتي بول في اليورينال بلادر بيحصل very little increase in pressure. بعد كده شوف بقى دي الحته الرائعه, من 50 ل 400 سنتي بول, يعني الفوليوم زاد بتاع البول جوه المثانه البولونيه من 50 ل 400 وستيل بريشر ما زادش زياده تذكر بسبب, يبقى ده هاي كومبلاينس. شوف هنا بقى اللي مفيش سلوب بس في هاي كومبلاينس. بعد 400 سنتي اي زياده في حجم البول فوق 400 سنتي يبتدي اي زياده طفيفه تؤدي الى زياده ضخمه في البريشر, يبقى فيه لو كومبلاينس. ده كيف تبقى حافظه, ده اهم عددين فيه 50 400. يبقى مرحلتين زي ما قال اتا لوور فوليوم يعني من 50 ل 400 بيبقى هاي كومبلاينس, اتا هاير فوليوم فوق 400 بيبقى لو كومبلاينس زي الشنطه الباك باك. في رقمين تانيين الاوائل, ان اول مره يجي لك الاحساس بانك عاوز يعني تتبول عند 150 سنتي بول, ده فيرست ديزاير
تورينيت بتحصل او بيسموها ميكتوريت, هي ميكتوريت هي تورينيت عند 150 مللتر. طب اقصى حد ممكن تشيله المثانه البوليه في الادلت وبعد كده تفضي غصب عنك لان نفسك بتنقط مش قادر تتحكم 700 سنتي. دول رقمين اقل اهميه انما هما دول مهمين قوي. بسبب ايه بقى الهاي كومبلاينس؟ ليه البلادر ممكن تشيل من 50 ل 400 سنتي من غير ما الضغط يزيد؟ يعني الهاي كومبلاينس ده سببه ايه؟ سببه حاجتين. اول حاجه قلت لكم اشرحها لكم اللي هي البلاستيستي, ظاهره البلاستيستي. انتوا عارفين خدنا ان الماسلز معموله من نوعين من الخيوط, فيلامنتس, تو تايبس اوف فيلامنتس, مايسن اللي هو الثيك فيلامنتس, عشان كده حتى يسموه مايو يعني عضله, البروتين التخين مايو يعني عضله, مايسن البروتين التخين, ونوع رفيع ثين فيلامنتس يسموه الاكتين. وليه يسموه اكتين؟ اللي هو ده اللي بيتحرك اهو, شايف بيتحرك اكشن. يبقى نوعين من الفيلامنتس مصنوعه من البروتين, مايسن واكتين, في ما بينهم كروس بريدجز, كوبري عابر طالع من المايسن رايح للاكتين, مايس الاكتين. شوف ايه اللي بيحصل بقى, ده بيبقى الاستيك يا اولاد, كروس بريدجز دي الاستيك. فلو حضرتك طولت العضله اهو, طولتها شدتها العضله بتاعت المثانه البوليه, يبقى حضرتك شديت الكروس بريدجز اهو اللي هو الاستيك, فالتنشن زاد اهي, تنشن زاد. ايه اللي بيحصل بقى؟ after minutes زي ما اتفقنا في delayed compliance, الكروس بريدجز بتعدل من مواقعها, بدل ما هي ماسكه في موقع بعيد ومشدوده والتنشن او في ستريتش جامد, بتعمل ري ارينجمنت اوف كروس بريدجز, مسكت في الموقع الاقرب فرجعت للوضع اللي قبليه, مش مشدوده اهي, هنا رجعت. فعشان كده التنشن بقى نورمالايزد. دي ظاهره البلاستيستي. يبقى ما هي البلاستيستي؟ هي نورماليزيشن اوف تنشن, ان التنشن ان البريشر يرجع نورمال with increased length, يعني length زي ما هو, انت ما زلت العضله شديدها اهي, ما زلت العضله طويله اهي, دول اطول من دي, بس التنشن رجع للنورمال. بسبب ايه بقى؟ دي اللي قلت لكم اشرحها لكم, ري ارينجمنت اوف كروس بريدجز. الكروس بريدجز بتعدل روحها, بتغير الموقع, الموقع ده بيشدها بيخلي التنشن يزيد, بتعمل, وشفناها في الفيسلز. تاني حاجه يا اولاد اسمها لو اوف لابلاس. ده لو اوف لابلاس ده لوحده هناخده في البايوفيزيكس وفي السيركوليشن, اللي عاوز يسمعه يبقى يروح للسيركوليشن, هيلاقي لو اوف لابلاس والبوازيه لو والحاجات دي. طيب بصوا معايا, اللو اوف لابلاس بيقول ان التنشن اللي هو الاجهاد على الاوعيه الدمويه اللي هو على الانابيب عموما, ده له يعني قانون بيقول كليه هندسه, الاجهاد على الفيسلز, الاجهاد على المراجع البخاريه, عارف لما بيعملوا بخار جوه مرجل كده, بيعتمد على شيئين. لو سالت رجل الشارع امتى التنشن اجهاد على الانبوبه اللي هي تماثل عندنا الوعاء الدموي, او الاورجل الاورجنز اللي هي تماثل المراجل بره, امتى التنشن ده يزيد لحاجه ممكن تنفجر؟ لو سالت رجل الشارع يقول لك تعتمد على البريشر, لو البريشر جوه زاد التنشن الاجهاد هيزيد وتنفجر. ده راي رجل الشارع, راجل بسيط. انما لابلاس كان عنده راي اكثر عمقا, قال لا, الاجهاد على الجدار اللي هو ممكن يفرقع الفيسل اللي هو الانبوبه او الاورجن اللي هو الميرجل, يعتمد على شيئين, البريشر اللي هو راي رجل الشارع زائد المسطح المعرض ليه هذا البريشر. يعني نفس البريشر في انبوبه رفيعه وانبوبه كبيره, لا, في انبوبه كبيره سهل يفرقعها لانه مساحه كبيره معرضه لهذا البريشر. طب من يمثل محيط الدايره اللي هي المساحه المتعرضه للبريشر؟ الراديوس, نصف القطر. فعش كده حتى قانون من اشهر القوانين قال ان التنشن لا يعتمد فقط على البريشر اللي هو راي رجل الشارع, ولكن على الاريا المعرضه لهذا البريشر
اللي هي المحيط، والثابت اللي يمثله هنا هو الريديس. فالتنشن يساوي البريشر في الريديس. لما نيجي للبريشر اقول لكم مثل سهل جدا بس لذيذ جدا. الشعيرات الدمويه، في عندنا شعيره دمويه والاورطه. تخيل ان الشعيره الدمويه تقدر تتحمل ضغط معادل للضغط اللي في الاورطه وما تنفجرش. سبحان الله في خلقه. يعني الشعيرات اللي هي رقيقه جدا دي ممكن ضغط فيها يزيد يبقى قد الارتيريال باب بريشر في الاورطه وما تنفجرش. اه عارف ليه؟ لان موضوع الانفجار ده مش موضوع بريشر بس، الاريا المعرضه لهذا البريشر في الشعيره الدمويه، الاريا دي تخيل يعني محيط الكابيلاريز. دي واحد من اشهر اسئله. الكابيلاريز ديليكت، اه رقيقه، لكن نوت فراجايل، غير قابله للكسر. بسبب ايه؟ للاوائل لابلاس لو، ان قابليه الكسر اللي هي التنشن اجهاد ده لا يعتمد على البريشر لوحده، انما على الاريا المعرضه لهذا البريشر ويمثلها الريديس. فيبقى التنشن في لو اوف لابلاس يساوي البريشر في الريديس في احد، هو عنده قانونين، ده القانون الابسط، التنشن يساوي البريشر في الريديس، وعليه يبقى البريشر يساوي ايه؟ يساوي التنشن على الريديس. سهل مفهوم. طيب ليه البريشر ما بيزيدش؟ لان المثانه البوليه لما بتكملي بول كتير اه بيزيد الاجهاد عليها التنشن، لكن بتوسع الريديس بيزيد وكمان، فالاجهاد زاد والريديس زاد وعليه البريشر يقعد ثابت. يبقى ايه اللي بيخلي البريشر ثابت ما بين 150 و 400؟ حاجتين، بلاستيستي واللو اوف لابلاس. بلاستيستي قلنا ما هي البلاستيستي يا اولاد؟ هي النورماليزيشن اوف تون او تنشن ويز انكريز لينث. يعني رغم ان البلادر اتشدت، العضلات بتاعه البلادر اتشدت، لكن التنشن رجع للنورمال. ليه؟ لان حصل ري ارينجمنت، اعاده تثبيط للكروس بريدجز اوف سموث ماسلز. كروس بريدجز اللي بتوصل المايسن للاكتين، غيرت مكانها الموقع الاقرب عشان تبقى مش مشدوده عشان الضغط ما يزيدش. وتاني حاجه لابلاس لو، لابلاس قال الوول تنشن، الاجهاد على الوول هو مش محصله البريشر بس كما يقول رجل الشارع، وانما الاريا المعرضه لهذا البريشر ويمثلها الراديوس، وعليه يبقى البريشر يساوي التنشن على الراديوس. لحد 400 سنتي التنشن بيزيد بس الراديوس كمان بيزيد، البلادر تقدر توسع، وبالتالي الاثنين زادوا يبقى البريشر يقعد ثابت. نوت زي ما قلنا الفيرست ديزاير تو ميكتوريت عند 150 مللترز اوف يورين ات بيكمز انتنس، الديزاير تبقى رهيبه بعد 400 بقى لان البريشر بيزيد جدا اوف يورين. وقلنا ما فيش تحكم في البول وتنقط تو دريبل عند 700. نيجي اخر حاجه بقى يا اولاد اللي هو الاستومك. الاستومك صدق او لا تصدق حجم اليومن بتاعها، حجم اليومن 50 سنتي مكعب، يعني حاجه صغيره قوي. ومع ذلك الحمد لله حضرتك هتنزل بعد المحاضره وتديها، ممكن تشيل فيها لتر فود. عندها كومبلاينس، قابليه للاتساع، انها توسع من حجم 50 سنتي متر مكعب الى 1 لتر وتشيل فود. وايه؟ without marked increase in pressure. الانترا جاستريك بريشر، الداخل الضغط داخل المعده ما يزيدش حد لتر فوق لتر. لا احنا قلنا في البدايه زي الباك باك. الميكانيزم ايه؟ لثلاث اسباب. هم اول سببين في المثانه البوليه، بس هناك كم ميه، هنا في اكل. بلاستيستي اللي هو نورماليزيشن اوف تنشن، التنشن التون بيرجع نورمال برغم ان المعده وسعت despite the increase in length او increase in volume. بسبب ايه؟ قلنا rearrangement of cross bridges of smooth muscles. تاني حاجه لابلاس لو، لابلاس لو بيقول التنشن pressure في radius وعليه البريشر يبقى تنشن على radius لحد لتر. اه التنشن بيزيد بس المعده وسعت، radius كمان زاد فبتقعد ثابته.
ثالث حاجه بقى بتزيد في الاستومك عنها في الدورين بلادر اللي هو الفيجال انهيبيشن يا اولاد. ان في عصب اسمه عصب الفيجاس، ده العصب رقم 10 في الاعصاب المخيه، التنث كرينيال نير، اسمه فيجاس ومعناها حائر. ليه حائر؟ انه بيغذي حاجات كتيره جدا، بيغذي اكثر من نصف القناه الهضميه، اكثر من نصها، وبيعمل لها ستيميليشن كلها. بس شوف العظمه الالهيه، اين نختزن الاكل لما بناكل؟ نختزنه في البادي اوف ذا ستومك. يعني الاستومك دي عندها بادي وعندها فاندس وعندها بيلورس، هتاخد في الاناتومي بادي جسم الاستومك. فالفيجاس بيثير القناه الهضميه ما عدا البادي اوف ذا ستومك، بيعمل لها انهيبيشن، تثبيط، وعليه ريلاكسيشن يعني ارتخاء، وعليه اتساع، فتقدر تشيل لتر لتر اكل من غير ما الضغط يزيد. بسبب ايه بقى؟ السبب الثالث فيجال انهيبيشن. مع ان الفيجاس ده اللي هو العصب العاشر في الكرينيال نيرفز هو اساسا استيميلاتوري لمعظم الجهاز الهضمي، الا شوف الروعه اللي هي وراء الخلق خالق، الحته اللي بيختزن فيها الاكل اللي هي البادي اوف ذا ستومك، يعمل له انهيبيشن، يعمل له ريلاكسيشن، يعمل له اتساع، يزود الكومبلاينس بتاعه عشان تحط لتر اكل من غير ما الضغط يزيد. يبقى الكومبلاينس اوف رينال بلادر بتعتمد على شيئين. الاول خد بالك القاعده هي يا اولاد، في الاول لحد 400 سنتي كومبلاينس هاي، هنا في المعده لحد لتر كومبلاينس هاي. طب بعد كده الكومبلاينس في كلاهما يبقى لو. طب ليه في الرينال بلادر بيبقى هاي؟ لسببين، بلاستيستي ان التنشن بيرجع نورمال، نورماليزيشن اوف تون اور تنشن ويز انكريز لينث، بسبب ان حصل ري ارينجمنت الكروس بريدجز اللي بتوصل السموث ماسلز المايسن بالاكتين. وتاني سبب اللابلاسلو اللي ده لوحده موضوع، فوزيلو، كل دي حاجات في البايوفيزكس. لو عاوز تسمعها من دلوقتي ارجع المحاضرات المناظره الريسبريشن، انا قلت معاها الكومبلاينس، القوانين دي كلها موجوده في الكارديوفاسكولار سيستم. الاستومك نفس السببين بلاستيستي اند لابلاس لو، مع اضافه سبب ثالث وسبب رهيب وجميل، الفيجال انهيبيشن. الفيجاس في الاساس محفز للقناه الهضميه ما عدا البادي اوف ذا ستومك، مثبط، يريلاكس، يوسع، فتقدر تشيل لتر من غير ما الضغط الانترا جاستريك بريشر ما يزيد، من غير ما انت تتضايق ان الاكل كابس على معدتك. شوف العظمة، ده كانت واحد من أطول المحاضرات، بس لأنه ظروفي بتقتضي أن أنا أقول محاضرة طويلة وحضرتك تسمعها على أجزاء. بأشكركم على حسن إنصاتكم، وأتمنى أكون أفدتكم، وأذكركم بأن هذه المحاضرات هي لصالح الأطفال من مرضى مستشفى أبو الريش. لن يكلفك الكثير أنك أنت تعمل مكالمة، يعني بجنيهات قليلة لا تصلح لشيء خالص، ولكن مجموع المكالمات من كرم حضراتكم لما يضاف بيبقى إعانة كبيرة للأطفال، هم أحوج ما يمكن لهذه المعاونة. وزي ما بقول إنه يعني الدنيا دوائر يا أولاد، أنا بقدم ما أستطيع في مساعدتكم، وأنتم تقدموا لهؤلاء الأطفال ما تستطيعوا، وبتمشي الدنيا، وإلا هيبقى بالعكس، مش عاوز أقولها، وعلى الباغي تدور الدوائر. احنا عاوزين الدوائر تدور بقى على ايه؟ على الكريم، على المعاون اللي هو حضراتكم. انا آسف ان انا يعني بقول الحكاية دي في النهاية، لاني اتمنى ان يعني جميعنا يساعد هؤلاء الاطفال، وانا اثق في كرمكم الحاتمي، واثق في تعاطفكم مع الاطفال المرضى. انتوا مش عارفين دول، لما قابلت عدد من الزملاء هنا وكانوا في العيد اللي فات عازميني وقالوا لي من فضلك اعملها المره دي مش ل 57 57، اعملها لابو الريش، لان في اطفال كتير يحتاجوا المعاناه، وعدتهم بذلك. الاحتياج ماس يا اولاد، نحن نستطيع ان احنا نبني بلداننا، والناس اللي هم خارج مصر كل في بلده يقدم ما يستطيع لبلده، مش لينا، كل واحد لبلده من الناس اللي هم المحتاجين. زي ما بقول، اذا ظلم الفقراء، اذا اضطر الفقراء لانهم يعملوا اي خطا
فمن ينبغي محاسبته هو الأغنياء. يعني إذا سرق الفقراء فمن يحاسب ينبغي أن يكون الأغنياء. وفقكم الله يا أولاد، وأشكركم وعلى حسن إنصاتكم، ونلتقي بإذن الله قريبا. شكرا جدا، شكرا.